السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. مرحبا حفصة، مرحبا سلسبيل، التلاميذ الاعزاز اللي كيلتحقوا الان طخون كوما. مرحبا بكم في هذا اللايف ان شاء الله اللي خاص بطخون كوما. كيف ما وعدناكم ان شاء الله نصحوا فيه امتحان مباشرة في جميع الدروس. الله يرضي عليكم اللي دخل يلايكي الفيديو بعدا ويبارطاجي الماكسيموم باش ان شاء الله كلشي يستافد. بالنسبة لهذا اللايف مهم بزاف، كنعرفوا كتستعدوا للامتحانات. دونك جميع الدروس لاغيتميتيك، الكالكول فيكتوريال، البروجيكسيون والفيكتور. دونك امتحان مباشر، غادي نصحوا ان شاء الله على بركه الله. مرحبا حفصه، سلسبيل، محمد، مرحبا. عفاكم اللي يدخل اللي يدخل اللي يدخل، مرحبا بالتلاميذ كاملين. اللي يدخل يدير لايك، هذه اول حاجه باش اللايف يطلع شي شويه، ويحاول يبارطاجيه مع الاصدقاء ديالو. ان شاء الله كلشي يستافد باذن الله. يلاه جوج دقائق ونبداو على بركة الله. شوف، حاول انك تاخذ معايا واحد الورقة مزدوجة، واحد التفسار، حاول تخدم معايا وشوف الكوريكسيون، خدم معايا كأنك كدوز الان امتحان في القسم ديالك، وتتخدم وكتشوف الصح ديال الاستاذ وكتعرف راسك شنو كدير. صافي. بعد اول حاجة، واش راه الصورة باينة مزيان؟ الصوت واصل؟ طابي 5-5 الشباب. مرحبا رولا، مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا رولا. محمد، راه المهم راه درنا ليكزامان ديال الماط. مزيان محمد، الله يسر. كاين بطبيعة الحال التلاميذ اللي دوزوا الامتحان، ولكن كاين اللي باقي هو تيبان لي الاغلبيه، وحتى اللي دوز الامتحان راه يستافد معنا. علاش؟ لان مثلا حنا غنخدموا على اربعه دروس، يقدر يكون مثلا هو باقي الدرس لونسومبل ما داروش، ولا يقدر يكون هو يلاه في الكالكول فيكتوريال يخدم معنا تمارين الامتحان، يقدر يكون مثلا باقي البروجيكسيون يخدم معنا تمارين البروجيكسيون. يعني حتى لا ما كانش حتى لا كان دوز الامتحان راه يخدم معنا داك ليكزيرسيس اللي في ليكزامان اللي عنده علاقه بالدرس ديالو. انا جمعنا الدروس كاملين. اوكي، دونك الصوت راه واصل، الصوره واصله مزيان حفصه. اوكي، مرحبا نور، مازال ما درنا حنا الفرد. شكون نور؟ مزيان، خير ان شاء الله. دونك الشباب حاولوا تبارطاجيو اللايف باش يطلع شويه. يلا واحد جوج دقائق ان شاء الله، جوج دقائق ديالاش، جوج دقائق ديال الترتيبات، يعني بارطاجيو لايك لايك الفيديو الشباب، لايك اللايف، وبارطاجي ان شاء الله مع الاصدقاء ديالنا الا كان هذا المحتوى يستاهل. اسبوع ديال الامتحانات، لايف مهم تيقلبوا عليه السانكيام، لايف مهم بزاف، في امتحان دروس كاملين تيقلبوا عليه دابا السانكيام، تيقلبوا عليه، يمكن المعلومه ما وصلاش، حاولوا نبارطاجيو. وعليكم السلام الامبراطوره حنان، مرحبا. باقي ما بديناش حنان، تنتسناوك، مازال ما بديناش. نور يلاه بدينا في الكالكول فيكتوريال ان شاء الله، مزيان. وتنذكر بان في القناه راه الدروس كاملين الشباب محطوطين، دروس كاملين محطوطين باربعه، لاريتميتيك، الفيكتور، البروجيكسيون، ولونسومبل، باربعه محطوطين بالحصص بالتمارين كلهم. ولكن باقي تنزيدو، يعني باقي تنصورو تنزيدو، انا ما تنبقاش ندير تمرين جوج، يعني كنحاول ندير سلسله ديال التمارين. صافي، مازال الحضور قليل، مازال كنتسناو ان شاء الله الحضور يكون اكثر بالدعم ديالكم. حنا غنخدموا غنخدموا، ولكن غنخدموا مع 10، نخدموا مع 20، نخدموا مع 20، نخدموا مع 30، حنا خدامين خدامين. يلا الشباب، يلا حاولوا بارطاجيو، حاولوا ندعموا، بارطاجي واتساب، فيسبوك، انستغرام، الاصدقاء اللي معاك في القسم، جروبات، بارطاجي ان شاء الله كلشي يدخل يستافد. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه، الا كان تيبان لك هادشي يستافد منه شي واحد اخر بارطاجي لي. وصد عندي فرد ديال الماط والفيزيك والسيونس في نفس النهار، فيزيك والماط في الصباح والسيونس في العشيه. وقتاش هادشي حنان؟ واش يلاه بديتو؟ باقي فردوس، باقي ما بديناش، يلاه غنبداو. انا دوزت فرد الرياضيات سلسبي، كي دوزتي؟ اوكي، فردوس 5، مرحبا بك. انا درت الفرد ريم، مزيان. بايجا، وعليكم السلام ورحمه الله. نهار الخميس حنان، ما بقى والو، بقاش الوقت. سكينة، مرحبا بك بنتي. يلا الشباب غادي نبداو على بركة الله. دونك ليكزامان
اربعه ديال الدروس. دونك اول تمرين تحتنا في الامتحان هو هذا لاغيثميتيك، تمرين مجمح ما شاء الله، اللهم بارك، غنتغلبوا عليه ان شاء الله. خد الدفتر ديالك وبدا تخدم معايا وشوف الكوريكسيون، بدا تخدم وشوف التصحيح باش تستافد من هذا اللايف هذا. صافي خدم وشوف معنا الكوريكسيون، يلا على بركه الله. دونك اول تمرين عندنا في الاكزام هو هذا ديال لاغيثميتيك، هو اللي غيتحط عليه النقاط بزاف. دونك الا ما بانت لكش الصوره، الكونيكسيون شويه ثقيله عندك، حيت انا راه كيبان لي داكشي هو هذاك، الا ما بانت لكش انا راه غنكتب لك السؤال، غير تاح مع راساتك. دونك عطاونا اكس ايتيغالا ايغريك ايتيغالا، شنو هو السؤال الاول؟ دي كومبوزي اكس و ايغريك اون برودوي دو فاكتور برومي، قال لك فكك ليا اكس و ايغريك الى جداء عوامل اوليه. دونك السؤال الاول دي كومبوزي اكس و ايغريك اون برودوي دو فاكتور برومي، الا ما بانت لكش انا تنقول لك السؤال، اسمعني، اكس و ايغريك اون برودوي دو فاكتور برومي. دونك هي اكس عندي خاصني نفككها على شكل جداء عوامل اوليه، دونك ديك 1680 خاصني نفككها. دونك انا نمشي نفكك بالقسمه ولا نفكك بالضرب اللي بغيتي، صافي. دونك شنو ندير؟ انا غنفكك سيدي بالقسمه، يلا 1680 غندير ليها لا ديفيزيون، يلا على بركه الله. دونك ديفيزي بار 5، 1680 غتقسم على 5. يلا شي واحد يحسبها لينا دغيا، ما عنديش دابا انا كيفاش نبقى نحسب. عطاونا الكالكول ديال هذه، يلا تعليقات الشباب. استاذ سامي، استاذ شويه صعيب حيت عطانا في التفكيك عدد كبيره، استاذ معنا علينا الحاسبه خدا ليا بزاف الوقت. ايوا خير ان شاء الله. يلا انا غادي نبدا نحسب 1680 مقسوم على 5، واللي سبق عطانا الجواب ناخذو. يلا يلا شو واحد يعطينا، زيد زيد 336، شكرا نور، 336 عفوا كتبوا هنا. يلا زيد كمل عاوتاني، 336 غنقسم على ايش؟ قسمه على الجوج اياه، ولكن شوفوا الطروه 6 و 3 9 و 9 و 3 و 12، دونك ديفيزي باغ 3. يلا شي واحد يقسم لنا على 3، 300 مقسوم على 3 هي 100، 36 مقسوم على 112، صافي مزيان. عاوتاني 112 ديفيزي باغ 2، شكرا وديع، ديفيزي باغ 2 وي لو شيفر دو ليتي دو نومبر بير، دونك ديفيزي باغ 2 112 قسمه 2. يلا سير، هي شحال؟ 56 ياك، 50 فوالا 56، 56 ديفيزي باغ 2 عاوتاني، ممكن انت ديفيزي باغ 3 ولا، دونك ديفيزي باغ 2 28 ديفيزي باغ 2 هي 14 ديفيزي باغ 2 هي 7 ديفيزي باغ 7 هي 1، دونك ساليت. صافي اذا نعطيو دابا البرودوي ديال اكس، دونك حسب معايا 5 كاينه مره وحده، 5 3 شحال كاينه من مره؟ 1 مره وحده، 2 1 2 3 4، دونك 2 على بويسونس 4 فوا 7. صافي الشباب، دونك هذا هو التفكيك ديال اكس، التفكيك ديال اكس. هادي شي كاس ديال اتاي وجلس معنا، راه حنا مازالين قصارين اليوم، اليوم مازالين قصارين، فرض في 4 ديال الدروس، باغي تقلب على الفان في الدرس الاول في الامتحان الاول، دونك ركز معنا ان شاء الله، راه جمعنا كلشي في هاد الامتحانات. يلا غنمشيو دابا نفكو ايغريك، ايغريك ديجا راه مفكه، غير هو واش فاكتور برومي 35 في 4 في 27، طبيعه الحال هذا ماشي فاكتور برومي 35، دونك غنفككها 7 في 5 4 هي 2 و 2 صافي، 27 هي 3 و 3 صافي، متفق معايا؟ هو داك، دونك ها هو التفكيك ديال ايغريك. صافي الشباب، يلا سير على الله مزيان. نمشيو دابا السؤال الثاني، قال لك اسيدي دي دويغ البي بي سي ام والبي جي سي دي، بي بي سي ام والبي جي سي دي. دونك باش نجبد البي بي سي ام والبي جي سي دي ديال اكس و ايغريك، خاصني بعدا البرودوي، ها البرودوي ديال ايغريك ناقصني البرودوي ديال اكس، نعاود نقيدها هو 5 في 3 في 2 اس 4 في 7، 5 في 3 في 2 على بويسونس 4 فوا 7 هي هاديك. يلا سير على الله، البي جي سي دي، بي جي سي دي ما بين اكس و ايغريك. دونك اول حاجه جي كري نومبر كومون، دونك شنو هما النومبر كومون ما بين البرودوي ديال ايغريك و اكس؟ عندي 5 فوالا 5، هذه اول حاجه، عندي 3 فوالا، وعندي 2 وعندي 7، صافي تنكتب الاعداد المشتركه، هذه اول حاجه. من بعد شنو تندير؟ تنكتب الاس صغير، دونك الخمسة راه الاس صغير هو 1، 3 الاس صغير هو 1، هذه اس 1 هذه اس 3، جوج هادي اس 4 وهادي اس 2، دونك ندير هنا اس 2، 7 اس 1، صافي غيبقى هادشي كيما هو، غير هو خصك تحسبو،
صافي انا ما عنديش دابا الوقت في الحساب، دونك البي جي سي دي ما بين اكس و ايغريك، دونك غتحسب هذاك غتحسب هذا الجواب هذا وغتكتب عادي. مرحبا كوين، مرحبا مرحبا 420 حفصة، شكرا حفصة خدامة انا ما شاء الله الله يبارك، مرحبا تبارك الله عليك. مشيو الشباب دابا البي بي سي ام، شكرا حفصة. مشيو البي بي سي ام راه حشومه صاحبي في الامتحان ضيع الاسئله ديال هادشي ديال لاريتميتيك، الاسئله الاولانيه دو ساهلين. يا البي بي سي ام بينو اكس ايغريك، دونك شنو غندير؟ ها هو البرودوي اكس، ها هو البرودوي ايغريك، دونك شنو تنكتب؟ كلشي لي نومبر كوما اي نون كوما، دونك هاد السطر هذا كامل غادي نكتبو 7 و 5 و 2 و 3 صافي جي كريتو لي نومبر افيك ليكسبوزون بلو الفي، دونك الاس الكبير، دونك 7 7 راه هي اس 1، 5 اس 1 اس 1، 2 اس 4 صافي، و 3 اس. حنا جايين الاسئله ديال 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 المعقوله، حنا جايين ليها دابا هادشي هاد سخينات صافي، حسب هادشي وكتب الجواب الاستاذ. دونك هذا هو البي بي سي ام اللي حسبوا يقولوا لنا يلا صافي سير شباب. طابيو 55 هادشي راه مفهوم، هادشي راه باسل وسد دوز الفرج يعني الحمد لله سابي بفضلك الله يرحم الوالدين الله ودي اخي امي، ما حنا ما كندير والو. بي بي سي ام هي سكينه 15120، شكرا تبارك الله الوادي ما شاء الله الله يبارك. حفصه ممتاز، يلا حيد عليا هادشي. نمشيو دابا الشباب السؤال اللي بعد منه، قال لك اكخيغ لو نومبر، الا ما بان لك السؤال غنقراه لك، ارتاح ليا مع راسك كاز ذاتي وتبع معنا. اكخي نومبر اكس سور ايغري كوم اون فراكسيون ايريديكتيبل، دونك انا نكتب لك السؤال باش ما تقولش ليا وسط الصوره ما بيناش. قال لك كتب لي هذا العدد هذا اكس على ايغريك على شكل عدد كسري غير غير قابل للاختزال، فراكسيون ريديكتيبل. بطبيعه الحال واحد السيد ما قالش معنا في هذا اللايف، هاد اكس هادي غيمشي يعوضها بهاد العجب هذا، يعوضها بهاد 1680. لا صاحبي ما تعوضهاش 1680، كتعوضها بالبرودوي بهذا 5 فوا 3، تعوضها بالبرودوي دو فاكتور برومي. انا غنعوضها دابا صافي، البرودوي دو فاكتور برومي 5 فوا 3 فوا 2 على بويسونس 4 فوا 7. الشباب اللي دخل يحاول يلايك الفيديو، لايك اللايف ويبارطاجي ضروري. نمشيو لايغريك، ايغريك هي 7 في 5 في 2 اس 2 في 3 اس 3 صافي، دونك انا عوضت برودوي دو اكس وبرودوي دو ايغريك. دابا خصني غير نبسط هادشي لي ريغل دو باز دو بويسونس، دونك راه عندك بعدا واحد الاختزال هو باين 5 مع 5 و 7 مع 7 صافي. دونك شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا هنا 2 2 على بويسونس 4 سور 2 على بويسونس 2، دونك ميم باز، دونك جو غارد ميم باز، غندير لا سوستراكسيون 4 موان 2 صافي، عاوتاني 3 3 عندنا ميم باز غنخلي 3، الاس الفوقاني اللي هو 1 غنقص منه ديك 3، انا غادي ندقق دقه الشباب، دونك 2 4 موان 2 هي 2، 1 ناقص 3 هي ناقص 2. مازال ما ساليتش حيت قال لي فراكسيون ريديكتيبل، دونك خصني نكمل 2 او 2 راهي 4، 3 اس ناقص 2 هي 1 على 3 او 2 يلا سير اللي هي 4 على ايش على 9 صافي. دونك هي اكس على ايكغيك فراكسيون ايريديكتيبل. الشباب اللي دخلوا تنذكروا الامتحان راه يلا بدا، حنا مازالين في التمرين الاول ديال لاريتميتيك، هو اللي غيتحط عليه المقمح في الامتحان، النقط بزاف كيتحطوا على لاريتميتيك صافي. 4 على 9 برافو حفصه، برافو سكين، الناس خدامين تيجاوبوا تيكتبوا لنا تيخدموا تيكتبوا لنا الاجوبه قبل ما يصح الاستاذ. دونك سير على بركه الله. السؤال اللي من بعد منه قال لك مونطري، انا نكتب لك السؤال، قال لك مونطري كو، قال لك بين ان غاسين غاسين اكس ايغريك ايتان نومبر اونتي، قال لك بين هذا عدد صحيح ايتان نومبر اونتي صافي. عاوتاني الشباب بطبيعه الحال هاد غاسين اكس في ايغريك، هاد اكس في ايغريك بطبيعه الحال ما غنعوضهاش بديك 1680، الا غنعوضها عاوتاني بالبرودوي، ضرب فهمتي البلان، ها البرودوي ها هو قدامك صافي، غنعوضها بالبرودوي. البرودوي ديال اكس، البرودوي ديال اكس هو هذا 5، المهم انا نكتبو لك 5 فوا 3 5 فوا 3 فوا 2 على بويسونس 4 فوا 7، دابا هذا هو البرودوي ديال اكس صافي، والبرودوي ديال ايغريك هو 7 فوا 5 فوا 2 ا لا بويسونس 2 فوا 3 ا لا بويسونس 3 صافي. دابا هادشي عوض سير على الله. دابا عاوتاني عندنا لي غايكل، دونك لي رضي عليك. دابا شحال من واحد تيبدا يغلط في هادشي ديال التبسيط،
وسط الجدر. شوف وسط الجدر الهدف ديالك اخويا هي انك دير فوق دير اس اثنان، الهدف ديالك هو ان كل عدد هنا دير فوق راسه اس اثنان، هذا هو لوبجيكتيف ديالك. دونك هاد السانك مع هاد السانك هادي بعدا راه غتعطيني السانك على بويسونس 2 صافي. سير لاحظ معايا هاد 3 مع هاد 3 على بويسونس 3، هاد 3 مع 3 اس 3 شنو غتعطيني معلم؟ 3 اس 4 صافي. سير شنو بقات ليا؟ هاد 2 على بويسونس 4 مع 2 على بويسونس 2 الشباب شنو غتعطيني؟ 2 على بويسونس 6 صافي. 7 مع 7 شنو غتعطيني؟ 7 على بويسونس 2. نتاكد واش ما نسيت حتى شي حاجه. 5 مع 5 هي درتها، 3 مع 3 درتها، 2 مع 2 درتها، 7 مع 7 درتها. اذا ما بقى ليا حتى شي حاجه. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غنحاول نفرق داك الجدر، ولكن قبل ما نفرق نقاد بعدا اس اثنان. ديك 3 على بويسونس 4 ردها 3 على بويسونس 2 لو 2 على بويسونس 2، هذيك 2 على بويسونس 6 غردها 2 على بويسونس 3 لو 2 على بويسونس 2، وهذيك 7 على بويسونس 2 راه ما غنهضرش معاها. بطبيعه الحال اللي كيكون عنده الاس اثنان اللي كيكون عنده الاس اثنان تيخرج برا. دونك هذه عندها اس اثنان طرق طرق، غتبقى لي هنا 5 صافي. هذه عندها الاس اثنان طرق، غتبقى لي 3 اس 2 اللي هي 9 صافي. هذه جادر مع الاس اثنان تبقى لي 2 اس 3 اللي هي 8، وهذه مع هذه غتبقى لي 7 صافي. وهذا الشيء بطبيعه الحال غادي تحسبوه، ها هو خرج لكم عدد صحيح. ما عرفتش واش الكاميرا خصني نطلعها شويه. فوالا الشباب واش هاكا مزيان؟ انا جاني بداك الشيء بحال قريب بزاف. الله يرحم الوالدين، واش هاكا الصوره احسن؟ الله يسهل عليكم. واش هاكا مزيان طابي 5 5؟ حيت كان داك الشيء تيبان لي قريب، ما عرفتش واش هاكا مزيان. اه مزيان واضح، حيت انا كيبان لي بحال اللي ما شاتش الكاميرا كامله، يمكن ما كيبان لكم الصوره مزيان. مزيان هاكا صافي. شكرا امينه، الله يسهل عليك. شكرا. اذا الجواب شحال يخرج هنايا؟ هي امينه عطاتها لنا 2520. دونك تنذكروا السؤال هو قال لك اخويا مونطري مونطري بان هاد غاسيل اكس اي كال، هو السؤال اي تان اونتي اي تان نومبر اونتي. فعلا احنا حسبناه وخرج لنا اونتي. مرحبا خاي ديكسيس، احسن استاذ الله يحفظك خاي اومي. صافي هو السؤال الله يسهل عليك، هو ساليله تبارك الله عليكم. غاديين وقت جيد لحد الان. خليونا نمشيو للسؤال اللي بعد منه، ويلي سؤال بسيط جدا. قال لك انديكي، قال لك حدد لي من هاد الاعداد سوكي، يمكن ما تيبانلكش انا غنكتب لك السؤال، سوكي سون برومي باغمي هادو. دونك قال لك حدد ما بين هاد الاعداد شكون هما اللي اوليه، هو السؤال. السؤال الثاني انديكي سوكي سون برومي، دونك عافاك قول لي فين هما لي برومي. يلاه انا نكتب لك الاعداد. يلاه بسم الله. 103 103 وكل حاجه غتكتب غتجيستيفي صافي. نبداو ب 103. واش 103 برومي؟ دونك انا عارف الاستاذ شرح ليا في الدرس قال لي كاين ثلاثه النيفوات باش نعرف العدد واش برومي ولا ماشي برومي. دونك الى لقيتي النيفو الاول هو تتخدم لي كريتير دو ديفيزيبيليتي. دونك هاد 103 واش كيقبل قسم على جوج؟ لا. على 3؟ لا. على 4؟ لا. على 5؟ لا. على 9؟ لا. اذا ما تيقبل حتى شي عدد، اذا ما كاينش النيفو الاول. تمشي النيفو الثاني شنو هو؟ دير له غاسيل، دير له جدر. يلا شي واحد يحسب لنا جدر 103. يلا عطيونا جدر 103 شحال يساوي بسرعه. مرحبا حفصه، واخا جدر. مرحبا ياسر، مرحبا خا ياسر. جدر جدر 103 شحال عطاكم الشباب؟ بالزربه بالزربه بالزربه. سير 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 سير. جدر 103 شحال؟ 10.14. شكرا حفصه. 10.14. دونك شنو كندير من بعد؟ طبيعه الحال جيكري تو لي نومبر كي كومبري اونتر دو، جيكري تو لي نومبر برومي كي كومبري لي محصورين ما بين جوج وما بين 10. ما نكتبش 10.14، جوج و10 نكتبوا الاعداد اللي محصورين ما بين جوج و10 غير البرومي. دابا العلماء انه 3 4 لا 4 لا ما نكتبوهاش، 5 اياه، 6 لا، 7 اياه، 8 لا، 9 لا صافي، وال10 راه مكتوبه. دونك دابا غنتيستي 103 ما تقبلش قسم على 103 ما تقبلش قسم على 3، ما تقبلش قسم على 5، ما تقبلش قسم على 7. اذا هاد 103 دونك 103 اي تان نومبر برومي، عدد مهم هاد 103، عدد مهم. علاش ما تيقبلش القسم على، فهمتي؟ اي تان نومبر برومي ما تيقبل قسم على راسو واحد صافي. شكرا. سير دابا غنمشيو للعدد الثاني اللي هو 49. سهل. دونك 49 راه باينه ني با برومي كار
s'écrit sous forme produit 7 fois 7, donc divisé par 7. Donc 49 n'est pas premier car divisible, car il est divisible par 7. Donc il y a le cas de la 7. واضح صافي مشيو لي مورا 69 يلا 69 زيد 69 باينه تا هو ني با برومي علاش ديفيزي بار 3 الا جمعتي لي شيفر الشباب 9 زائد 6 هي شحال 15 15 تقبل قسمها على 3 مي داك كامل تيقبل قسمها على 3 صافي دونك نفس البلان نعاود ني با برومي ني با برومي كار ديفيزيبل يقبل القسمة باغ 3 صافي بقى لنا اخر عدد اللي هو 111 راه كتساوي 11 في 10 صافي دونك حتى هو ني با برومي علاش ديفيزيبل باغ 11 اي باغ 10 تيقبل القسمة على 11 و 10 بجوجهم ني با و 69 راه تيقبل القسمة على 3 وعلى 23 ديفيزي باغ 3 اي 23 هنايا 69 كنا نزيدوها صافي دونك 111 ني با برومي كار ديفيزيبل باغ 11 اي 10 يعني تيقبل قسم على راسو و تيقبل قسم على عدد اخرين ماشي عدد مهم سمح لي انت كتقبل قسم على الشياطه ديال الاعداد من غير راسك واحد دونك ماشي مهم حتى ني با برومي شباب تقريبا النص ديال التمرين الاول ساله طابي 5 5 الله يرحم الوالدين اللي فما سالم وسط بغيت نقول لك جبت 18 في الماط مشى لي جوج نقاط غير في دار لينا واحد مساله وحنا في السابعه ما خاصهمش يعطيونا المسائل حيت التمرين للاسف مره اخرى 20 ولكن كلشي جاب تحت 15 برافو شيماء هذوك لي بروبليم كاينين في الفراكسيون في الدرس ديال الفراكسيون فردوس 5 سور 5 الشباب طابي 5 5 هذا الشيء واش مفهوم الله يرحم الوالدين يا اللي فهم هادشي طابي 5 5 كندوزو دابا ان شاء الله النصف الثاني غنمشيو للمسكي دابا غيبدا الاكشن ردوا البال النيفو غيطلع دابا في ليكزيرسيس الاول ديال لاغيتميتيك 5 سور 5 5 سور 5 مزيان 5 مفهوم استاذ عندنا 6 ديال الارقام ما فهمتش ديكتي ساهل 5 سور 5 سير يلا سير هادشي راه لحد الان بسيط يلا نمشيو دابا السؤال رقم 3 نمشيو السؤال رقم 3 ما تيبانلكش انا غنقرا لك Étudier la parité des nombres suivants. Donc, Odros Zawjiy, c'est ma question. C'est ma question. Étudier la parité. Étudier. Je vois que tu dis que tu as dit 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 que tu as باينه هادي باينه برودوي دو دو زونتي كونسيكوتيف جوداء عددان صحيحا متتابعين دونك تقول بير بير علاش اسيدي كار برودوي دو دو زونتي كونسيكوتيف جوداء عددان صحيحان متتابعان دو دو زونتي كونسيكوتيف شي واحد تيقول لك استاذ باش عرفتيهم دو دو زونتي كونسيكوتيف راه باين البلان الى زدتي ان ان موان زان الى زدتيها واحد غتعطيك ان اذا هادو متتابعان بحال خمسه الى زدتيها واحد تعطيك سته متتابعان صافي نمشيو للعباره اللي من بعد منها دو ان دو ان بلس 4 انا تنكتبها لك فاكتور ان صافي دونك ايتيدي لا باريتي دابا هادي شويه ما مقاداش دونك شنو خصك دير خصك ديفلوبي صافي دو ان فوا ان دونك هي دو ان او كاري 4 فوا ان هي بلس 4 4 ان صافي ودابا عاد دابا عاد غتبدا غتفاكتوريزي دابا باش فاكتوريزي بالدو صافي غيبقى لك هنا ان او كاري وهنا شنو يبقى لك بلس 2 ان صافي وغترجع للسطر داكشي الحمد لله اللي كطير فيه هادشي كامل شنو تسميه تسميه كا صافي تلكو كا ابارتيان ا لونسومبل ا لونسومبل ان دونك هاد العباره شنو تولي تولي دو كا ماني تراها راه بير صافي داكشي بالخوشي باس بسيط جدا اصاحبي بسيط جدا يعني القليله 14 ديالك خصك تدخلها بعدا هادشي راه بسيط اصاحبي يلا سير على الله نمشيو دابا للعباره الثالثه هذه شويه كومبليكي الشباب هذه كيفهموها العمالقه هادو العمالقه اللي ما شاء الله الناس المخيبرين في الماط هما اللي غيشدوها ان شاء الله
باذن الله. ولكن سهله في الحقيقه، ماشي صعيبه، ولكن حيت هذه شويه فيها بلوكاج، فيها بلوكاج. دابا الا سولتي مثلا مشيتي عند السكينه تقول لها مثلا كي نديروا لها هذه، تقول لك استاذ اول حاجه قلتي لي هي انه نفاكتوريزي بجوج. يا فهماني سلسبي ولا حنان ولا فرح ولا محمد حتى هو ولا ديكتيس، ايوا كنفاكتوريزيو بجوج. ولكن المشكل هو ان دي ما فيهاش فاكتور كومان جوج، هذه تسعود ان. دونك اول حاجه شنو غيفكر؟ غيفكك يرد 8 ان اس 3. الله يرضي عليكم، ملي كيدير 8 ان اس 3 زائد 1 راه خصو العصا، وراه تسعود التفاحات راه هي 8 تفاحه زائد تفاحه. دونك 8 ان اس 3 زائد ان اس 3 ما ديرش صاحبي زائد 1، وهذيك جوج ان غنخليها بلس 1 ما نهضرش معاه. دابا رد البال، دائما الميثود في لاباريتي اللي كيتعمل بجوج كنجيبو عليه يدي اليسار، هذه تتعمل بجوج وهذه تتعمل بجوج. شنو غندير؟ لا غنجيبها عليه يدي اليسار. دابا راه تنعطيوك لي تكنيك باش تخدم مرتاح صافي. هادو حيت تعملوا بجوج ما نجبش معاهم الصداع اخويا، تعملوا بجوج. غتبقى لي هذه اللي فيها المشكل، غنخليها في لورجو، غنخليها هي الاخرانيه، وهاد بلس ا راه ما خلقليش المشكل، ديرو هنايا صافي غادي معايا، سير معايا. دونك هنا غنفاكتوريزي بجوج، باينه بسم الله جوج. شنو تبقى لي؟ تبقى لي 4 ان على بويسونس 3. شنو تبقى لي؟ تبقى لي بلس ان صافي. هاد بلس ان دابا شكون اللي داير لي المشكل؟ راه بانت هي ان اس 3، ما تسوقش ليها، تسوقش ليها، خليها بلاتي. ملي غنرجع للسطر هادشي شنو غندير؟ اون بوز نضعو هاد 4 ان اس 3 زائد ان، شنو غتسميها؟ غتسميها كا سلاش كا ابارتي ان انسومبل ان. يعني هاد العباره شنو تولي؟ تولي 2 كا بلس 1 فوالا. ركز معايا، 2 كا بلس 1 وهاد بلس ديك ان اس 3. دونك هادشي سميتو كا، دونك ولات 2 كا. دابا رد البال، هادي كي دايره امبير ها، ولكن شنو باقي عند ها المشكل؟ ها البلوكاج اللي تنهضروا عليه، هذا هو البلوكاج الشباب اللي تنهضروا عليه. دابا العباره خرجت امبير، ولكن لا راه حداها واحد لانكوني هنايا. دابا شكون فيكم يقول لي هاد ان هادي كي دايره؟ سبحان الله، واش بير ولا امبير؟ حنا عارفين قال لك ان ابارتيان اونسومبل ان، راه قال لك ايتيدي لا باريتي، وتيقول لك بان ان كاينه في لونسومبل ان معروفه. إذن امبير زائد شنو هادي؟ واش بير ولا امبير؟ وتقولوا سهل ساهله، غنديروا ديس جونكسيون ديكا، يعني الحالات. دابا الا فكرتي مزيان، هاد ان راه ممكن تكون اخويا بير، ممكن تكون امبير، كاين ولا ما كايناش؟ اذا غنقسموا على جوج الوريقه ديالي، نقسم هذا هو اللي كيتسمى الشباب ستاج ديال البلوكاج، ستاج الاخر هذا ديال البلوكاج. يعني كيكون عندك لاباريتي ولكن حداك شي حاجه مبلوكياك، انت شنو كدير؟ كتقول لها اجنتيه، الا كنتي بير غنخدمك، ولا كنتي امبير غنخدمك. دونك غتقسم على جوج، الحاله الاولى سي ان اي بير، الا كانت ان بير هذه الحاله الاولى، والحاله الثانيه سي ان معلم اي امبير. فهمتي البلان صافي؟ دونك غنخدموا هذه العباره، هذه غنخدموها في جوج حالات، حيت انا ما عارفينش اخويا كي دايره. دونك نبداو بالحاله الاولى، الا كانت بعدا ان بير، دونك هاد ان اس 3 كي غتكون؟ غتكون بير. تنذكرك بواحد القاعده اساسيه، انت ملي كتبغي تشوف لاباريتي دون بويسونس ما كتشوفش الاس، كتشوف غير لا باز. دابا الا كانت ان بير، يعني ان اس 3 تكون بير، بحال دابا مثلا جوج بير، الا درتي لا اس 3 جوج اس 3 هي 8، اذا تبقى بير، ما كتحاشيهاش اخويا الاس، تبقى تشوف الاس، تشوف غير لا باز. اذا غنخدم دابا العباره ديالي، غنخدم العباره ديالي، غنسمي هاد العباره او، هاد العباره نسميها او. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي امبير، امبير بلوس شنو؟ شنو هي دابا هادي؟ هادي راه بير، لان راه افترتيها بير في الحاله الاولى. دونك امبير بلوس بير، دونك شنو غيعطيني؟ امبير بلوس بير 4 زائد 3 7 1 زائد 2 3، دونك غيعطيني امبير. دونك بير بلوس امبير، اذا ها هو الجواب الشباب في الحاله الاولى، في البرومييي كا هاد العباره انا سميتها او، غتخرج امبير. باقي الحاله الثانيه، الحالة الثانية افترت بأن ان امبير، افترت بأن ان امبير، غنمشي نخدم العبارة. دونك إلا كانت ان امبير، دونك نفس البلان، ان أس 3 كي تكون؟ غتكون حتى هي امبير، متفق معايا؟ ان أس 3 كي تكون امبير. دونك شنو تولي العبارة أو؟ سميتها أو، غتولي امبير بلوس، غنعوض هذه كاملة باش غنعوضها بامبير. دابا خدمنا غير بلا فخاص، بلا ما عوضت بدوكا ولا دوكا بلس ان، خدمنا غير بالتعويض بلا باريتي مباشره. امبير بلس امبير هي بير. دونك الى لاحظتي كيخرجوا لي دو باريتي، يعني هذه العباره، هذه العباره يعني فيها دو باريتي سولون لا باريتي ديال هاد ان هذه. يعني ملي كانت ان بير عطاتنا جواب، وملي كانت ان امبير
عطاتنا جواب. هذا هو السطاج ديال البلوكاج. كون ما كانتش هذه وما كانتش هذه وثلاثه كره سالات للجواب، ولكن هذه دارت لك مشكل كتقول لها اجي هنايا كيف ما كنتي غنخدموك، كنتي بير غنخدموا العمليه، كنتي امبير غنخدموا العمليه. واش ممكن ان تكون شي جواب اخر؟ راه تكون بير ولا امبير صاحبي، حيت ان راه كتساوي 0 1 2 3 4 5 ما كاينش شي حاجه اخرى. الشباب طابيو 5 5 اللي فما هذا العجب طابيو 5. مرحبا خويا ادم اللي فما شي شباب طابي 5 5. حنا قربنا نساليو التمرين الاول، قربنا دابا في الفينيش، غنمشيو لواحد السؤال شويه صعيب دابا. مرحبا فاطمة الزهراء، اللايف ديال السابعه جاي ان شاء الله. سهل 5 5 مزيان 5 5 نور سكينة وديع تبارك الله عليك، وديع موجود مرحبا، اسم على مسمى. يلا يلا الشباب تبارك الله عليكم، حنان ما شاء الله. خليونا نمشيو دابا اصعب سؤال كاين في الامتحان، اصعب سؤال هو هذا الشباب. ونقدروا نسميه هذا هو السؤال ديال 20. مرحبا ديك زكريا، مرحبا. السؤال ديال 20 انا نقيدو لك سؤال 4، هذا هو السؤال الصعيب. مونتري كو بين ان ان بلس 1 n plus 1 plus entre parenthèses q moins 1 entre parenthèses crochet le tout au carré moins q au carré. قال لك بين هذه العباره هذه، اسمع، a est un multiple de n. بين هذه العباره من مضاعفات n، مضاعفات n. دونك هذا السؤال هذا تيفكرني كيفكرني في ملي تيقول لك بين مثلا اكسبرسيون ملتيبل دو 7 ملتيبل دو 2 ملتيبل دو 4. دونك باش تبين دائما القاعده، اكسبرسيون هذه اكسبرسيون عباره رياضيه، باش تبين مضاعف لشي حاجه سواء كان عدد ولا كان حرف ولا اي حاجه، خاصك تبين ديك الاكسبرسيون كتساوي ان في واحد العدد صحيح نسميوه حنا هكا ديك الساعه. دونك خاص تخرج الجواب بحال هكا، هذا هو الجواب اللي خاصو يخرج. طبيعة الحال خاصو يكون كينتمي لاش لونسومبل ان. دونك الا بينا هاد الجواب معنيتها هاد العباره هادي راه تكون ملتيبل دو ان، وهاد العباره راه هي هادي زعما هادشي صافي. هادي صعيبه شويه حنان، ولكن ما تخلعيش منها، راه غير الحساب هنا، راه عندك ايدونتيتي، ولكن راه غير ردوا البال ان شاء الله راه تفهموها. دونك شنو غادي ندير باش نبين هاد العباره هادي كتساوي ان في شي حاجه؟ تقدر حنان تقول لك واش خصنا نفاكتوريزيو بان، ولكن فينا هو فاكتوريزي؟ انا هادشي مزعلك. شوف شنو كاين هنايا، شوف رد البال، هادي يا الشباب راه ايدونتيتي نيميرو 1، هادي هي هادي ايدونتيتي. شوف شوف A بلس B، A بلس B هو البلس. شوف A، ركز معايا الله يرحمك الوالدين، نسى كلشي وركز معايا في هادي، A بلس B لو تو او كاري. شنو هي A؟ شنو هي A؟ هي N بلس A، شتيها؟ وشنو هي B؟ هي Q موان زان. هذا Q، هذا كيو حرف، كيو موانزا، كيو موانزا راه كاين اللي جاوب عليها نور. نور في الغالب الجواب ديالك صحيح، واحد 90% الجواب ديالك صحيح. دونك هذا هو ا وهذا هو بي. تبارك الله الشباب راه خدامين تيكتبونا الاجوبه صافي. دونك غندير ايدونتيتي هنايا، غندير ايدونتيتي. دونك ا او كاري صافي. وها هي صاحبي، ا راه هي ان بلس 1 بلس 2 فوا A فوا B فوا A. شنو هي A؟ شنو هي A؟ هي N بلس 1، فهمتي البلان؟ وشنو هي B؟ هي Q موانز 1 صافي. بلس B أو كاري، شنو هي B؟ هي Q موانز 1 لو 2 أو كاري. ركز معايا، واش فهمتي البلان؟ A بلس B، A راه هو هادشي كامل و B هو هادشي كامل. دونك طبقنا ايدونتيتي، A أو كاري بلس 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري، وهاد موان كي او كاري راه ما غنسوقش لهادي اللي برا، غنجيو نكتبها صافي. الشباب طابيو 5 5 بالنسبه غير لهاد الانتقال من هاد السطر للسطر، واش مفهوم؟ متطابقه. هما رقم واحد حنان مزيان، وسد بنتي دوزات الفرد، نتمنى من الله تجيب 20 من يعطيها النقطه ان شاء الله. دعاء ياك في السابعه، مرحبا لالا ان شاء الله باذن الله. انا متفائل 20 كاينه ان شاء الله، بالنسبه للدعاء باذن الله. الشباب واش مفهوم هذه 5 5 هذه العمليه؟ علاش هو الشاشه 5 5 صافي مزيان جيد صافي. دابا حنا غنكملوا بنتي العمليه عاديه. دابا شوف، دابا طحنا عاوتاني في ايدونتيتي، هذه ايدونتيتي ا بلس بي لو تو كاري، وهذه ايدونتيتي فهمتي، عادي ما يخلعش هذا الشيء. ايدونتيتي نيميرو 1 دونك ا او كاري ان او كاري، جوج في ان في واحد هي جوج ان،
يا لا السانكيام ما كنبقاوش نقولوا ديك اللعبه ديال جوج في اف باي وعاد نكتبوا جوج في ان في واحد. لا لا دابا انت النيفو ديالك هتتهز النيفو بلوس بي او كاري هي بلوس ان، هادي طق طبقتها صافي. بلوس شنو عندي هنايا؟ عندي الديفلوبمون، ولكن رد البال شحال من واحد تقول بها يدير هذا في هذا وغينسى هذا الشيء. راه عندك ضرب 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 ضرب، دونك شنو غندير؟ هاد دو غندخل هنايا وكتولي دو ان، ودو فوا ان هي ان، ولكن شنو درت؟ درت الاقواس رد البال، حيت هاد الشيء كامل مازال غيتهضر في كي موان زان. نمشيو دقه دقه صافي مزيان. بلوس هادي راه ايدونتيتي، هادي كي موان زان، هادي ايدونتيتي، دونك كي او كاري ايدونتيتي نيميرو دو، موان دو كي جوج كي في واحد هي جوج كي، بلوس الان موان كي او كاري صافي. سير على الله، دابا راه هي العمليه غدا وكتيسر. دونك فين بقى عندي المشكل؟ عندي المشكل في الديفلوبمون هذا صافي. ان او كاري زائد جوج ان زائد واحد، هنا عندك ديفلوبمون صافي. جوج ان في كيو، جوج ان في كيو هي دو ان كيو، جوج ان في واحد هي موان دو ان صافي. سير سير على الله، واحد في كيو هي كيو، واحد في موان زان هي موان زان صافي. وهاد السطر هذا اللي هنا نعاود نكتبو. ها هو دابا عرفتي شنو وصلتي؟ داكشي اللي غيعجبك جيب شطابه، داكشي اللي انت باغيه وصلتي له، داكشي اللي عزيز عليك. ها انت شوف ركز، شوف دو ان موان دو ان داكشي اللي كترتاح فيه سيف بريمي، انت اصلا ما تتحملش هادشي، باغي تنتقم منه ضرب باباه. هذا مشات مع هذا. زيد كي او كاري موان كي او كاري، الانتقام قتل 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 قتل. شوف شوف معايا، واحد واحد بواحد زائد واحد هي جوج، ياك ما غلطنا في شي رقم، تيبان لي شي رقم وقيلا نسيتو بلاتي. موان زان دو ان، غلطت في واحد الحاجه سمح لي، دو فوا ان هي دو ان، دو في ان هي دو. تقدروا تكونوا كتكتبوها في التعليقات هنا هنا، دو فوا ان هي دو ان، ودو فوا ان هي دو صافي. غنصح هذه دو ان كيو دو موان دو ان دو كيو، هنا دو كيو فوالا، هذه جوج كي جوج كي، وجوج في موان زان هي موان دو صافي. انا صحيتها صافي، هاد جوج كي عاوتاني تمشي مع جوج كي صافي. لاحظ معايا، واحد زائد واحد هي شحال؟ هي جوج، غتمشي مع ناقص جوج صافي. دونك شنو شنو بقى لك في العباره انت؟ شنو شنو بقى لك؟ برافو نورا عندها صحيحه، بقى لك هذا ان او كاري وبقى لك جوج ان كيو، هي اللي بقات لك صافي. ما تنساش اخويا الهدف ديالك، شنو هو الهدف ديالك؟ هو توصل لان في شي لعبه، ان في شي حاجه انت. ها هي ان فاكتوريزي دابا في الان، ها هي ان، شنو تبقى لك هنا؟ تبقى لك ان، شنو يبقى لك هنا؟ يبقى لك دو كيو. انت اخي وصلتي حجيتي، دونك ان في شي لعبه. دونك هذه اللعبه هذه كامله شنو تسميها؟ تسميها كا، ترجع للسطر تقول اسد اون بوز، هادشي كامل سميتو كا. اذا وصلتي لان كا، وصلتي لهادي. دونك ملي وصلتي لهادي سي تادير هاد ليكسبرسيون، هاد العجب هذا كامل ملتيبل دو ان. شباب طابيو 5 5 ان شاء الله جاي ما جاي 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 ان شاء الله اللايفات جاي السابعه وكلشي جاي. شباب طابيو 5 5 شكون اللي جاب هادي صحيحه؟ خدمها راسو من غير نور. وسد دابا الا دوزنا امتحان في هادشي واش كيعاودوا يقراو؟ كيعاودوا يقراوها مره اخرى؟ لا بنشوف بالنسبه للماط هاد البلان هذا اللي دوزتيه تابعك، هذا معروف، هذا من السابعه. واش ايدونتيتي قريتوها في السابعه؟ ها هي ها هي تابعاكم في السانكي، ميك ايدونتيتي نيميرو 1 ايدونتيتي ما قريتوها في السابعه، ها هما السابعه تيسمعونا، راه قريتوها في السابعه عندكم في السانكي. الماط هو الماده الوحيده راه تي ديباسيتي الفيزيك، الماده الوحيده اللي لاباز ديالو تابعك ديما طلبك، ما كاينش دروس مستقله في الماط، كلشي تابع كلشي. الشباب تبارك الله عليكم 5 5، ولكن ما قلتوش لي شكون اللي جابها صحيحه، خدمه الراس من غير نور. فوالا سير على الله. يلا نمشيو للسؤال الثاني. المعقول المعقول دابا اسمع، وهادي شي كاس ذاتي، حنا مازالين سهرانين، دير شي كاس ذاتي. واجي ولدي مرحبا بك. السؤال 5 ديتيرميني، انا كتب لك السؤال. شوف عطاوك هذه العباره هذه، انا نلخص لك قوه الهضره. شوف عطاوك هذه العبارة، هذا السؤال الشباب كيتحط في امتحان ديما، هذا ما تهدرش عليه، كيعطيك مثلا عبارة بحال هكا، لا حنا إن شاء الله نفهموا الأسئلة، عطاك هذه العبارة، شنو هو السؤال؟ السؤال قال لك ديتيرميني لي نومبر أونتي ناتوريل إكس و إيكغيك، قال لك عافاك جبد لي إكس و إيكغيك، عافاك قول لي إكس شحال غتساوي وإيكغيك شحال تساوي، صافي؟ مزيان. شوف الله يرضي عليك، هادي باش تجبد اكس و ايكغيك خاصك تحولها برودوي، هادي اول حاجه تحولها جوداء
صافي. دونك انت بان لي اخويا بعدا فهاد السطر هذا غنفاكتوريزي باكس، بانت لك اش يبقى لك؟ يبقى لك ايغريك زائد واحد صافي مزيان. وهنايا غنفاكتوريزي بالدو، راه باينه فاكتور كوما ديال الدو الشباب، شنو يبقى لك؟ ايغريك بلس ان، هادشي كامل بطبيعه الحال ايتيغالا 22. قال لي استاذ بان تي خصنا نحولوا البرودوي. لاحظ معايا الفاكتور كوما عاوتاني ايغريك بلس ان فاكتوريزاسيون باهم في الماط. كونش اخويا عندك مشكل فاكتور الا الفاكتوريزاسيون الله يرحم الوالدين، تكون طياره في التعميل صاحبي في الماط. دونك اش غيبقى لي هنايا؟ يبقى لي اكس. دابا غيقول لي اس 3 وفاكتوريزاسيون تقول لي اس 3 هنا يولي 2. انا استاذ رديت برودوي وشنو ندير من بعد؟ هنا ولتي تحتي في ديك القاعده، يعني شي حاجه في شي حاجه كتساوي 22. دونك غنديروا الحالات، غنديروا الحالات. دونك يلا كتب معايا الحالات، يلا بسم الله. دونك شي عدد شي عدد يعطيك 22، بسم الله. دونك كاينه 22 في 1 عطيني 22، معناتها هادشي كامل هو 22 وهادشي كامل هو 1. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه المقلوب ديالها صافي زيد. الحاله الثالثه 11 في 2 صافي. الحاله الرابعه المقلوب ديالها صافي. عندك هي اربعه الحالات صافي. هادشي في الوسخ، هادشي في الوسخ. دونك بعد ما درتي الحالات دونك دابا غتبقى تخدم. نبداو بحاله بحاله بسم الله. دونك لو بروميير كا دونك هذه كامله غتساوي 22. دونك y بلس 1 اي تيغال 22 اي او ميم طون هذه كامله شنو غتساوي؟ غتساوي 1. x بلس 1 x بلس 2 اي تيغال اي تيغال 1. وغادي نحل x و y. دونك هنا y غندي هاد 1 لي غتولي 21، خدمها بشويه عليك ديك الساعه. هنا x الا ديتها جوج ليات تولي موانز، وهذه بطبيعه الحال ما غاتكونش اكسبتي، لان اصلا اكس و ايغريك سون دي زونتي صافي. الحاله الاولى سالات، ما غنقبلوا حتى وحده من هادو حيت خصهم يكونوا بجوجهم مقبولين وبجوجهم دي زونتي ناتوريل صافي. نمشيو للحاله الثانيه شباب. دونك هذه كامله غتساوي 1 المقلوب دابا. دونك ايغريك بلس 1 ايتيغال 1 هذه كامله غتساوي 1، وثم هذه كامله اكس بلس 2 ايتيغال 22. راه كاين دابا اللي تيغلط تيقول لك بان ايغريك هي 22، لا هذه كامله اخويا، هذه كامله خصها تكون 22، هذه كامله تكون 1 باش ملي الضربه خيوادي 22 في 1 تعطيك هذه، تعطيك 22 فهمتي صافي. دونك دابا غتحل المعادله. دونك y تساوي تساوي 0 ديال اللي هنا x تساوي تساوي 20، 22 ناقص 2. اذا هنا مرحبا بهم هادو اكسبتي في الاخر غنقبلوهم غنقولوا هذه الاجوبه. عفوا هذه x توش عليا راه x صافي. دونك ها جوج حالات سالاو. نمشيو للحاله الثالثه سير. الحالة الثالثة هي هذه 11 و 2، يعني هذه كاملة غتساوي 11. y بلس 1 ايتيغال 11، أو ميم طون x بلس 2، x بلس 2 ايتيغال شنو؟ ايتيغال 2 صافي. إلا وقع شي خطأ قولوا لنا. هذه غديها ليه y بلس 1 دونك غديها هي 10 صافي، و x ايتيغال 0 دونك عاوتاني هذا يكونوا اكسبتي صافي. نمشيو للحالة الأخيرة المقلوب ديالها. دونك y بلس 1 هذه كاملة غتساوي 2، او ميم طون في نفس اللحظه خص هذه كامله اكس بلس 2 تساوي 11 صافي. دونك هذه ايغريك تساوي موان 1 1 زائد 1، وهذه اكس تساوي 9. حتى هذه اكسبتي، هذه اكسبتي 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 كله صافي. دونك دابا غنكتبوا الجواب النهائي الشباب. دونك لي فالور دو اكس و ايغريك سون. دونك هما هادو اللي درت اكسبتي صافي باش تربحوا الوقت. هادو اللي درت لهم اكسبتي راه هما اللي غتكتبهم عندك. هادو الحالة الثانية والحالة الثالثة والرابعة، وعندك هذا في الحالة الثالثة الثانية والثالثة والرابعة، هادو ما مقبولينش. دونك لي فالور دو اكس و ايغريك هما لي كوبل 0 20 و 10 0 و 1 و 9 صافي. سير على وسد ماشي مشكل ما نديرش المقلوب حيت الضرب تبادلي. لا لا حنان، لا 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 ضروري ديري المقلوب. لا الضرب تبادلي هذاك ملي تنحسبوا الارقام. لا دابا حنان قالت لك زعما علاش كنديروا 22 في 1 وكنعاودوا نديروا 1 22؟ لا حيت هذه كامله مي غتساوي 22، راه ماشي هذه كامله مي غتساوي 1، كاين اختلاف. عاوتاني هذه كامله غتساوي 1 ماشي هي، خاصنا نديروا كل حاله مقلوب. والدليل شوفي الدليل في الحاله الاولى، شوفي الحاله الاولى ملي درنا هذه كتساوي 22 والمقلوب ديالها هنا خرجوا ما مقبولينش، وهنا خرجوا مقبولين. يعني لو كنا حيدنا هذه الحاله هذه وقلنا غنديروا غير هذه بلا ما نديروا المقلوب، ايوا انت تقول بتي راه كاين جواب واحد اخر، هاو كاين جواب واحد اخر اللي هو اكسبتي، هذيك الساعه تكوني غالطه. لا شوف كديروا جميع الحالات، الحاله كدير الكا وكدير الكونترير ديالها
ضروريه. صافي الشباب طابيو 5 ساكس بهذا السؤال. نمشيو دابا ان شاء الله قربنا نساليو التمرين تبارك الله عليكم. واش اللي نيجاتيف وي حيت اكس واي سون دي زونتي ناتوريل حفصه امتى كيكونوا مقبولين؟ تيكونوا مقبولين الا كانت اكس واي دي زونتي ناتوريل. او استاذ فهم 5 5 تبارك الله عليكم. خلينا نمشيو دابا السؤال رقم 6. هذا هو السؤال قبل الاخراني، سؤال بسيط جدا. قال لك سوا ام ان اونتي ناتوريل، انا غنكتبها لك. قال لك عافاك ديتيرميني توت لي فالور دو ام، دونك عطاك هذه العباره هذه ام زائد 6 سور ام موان 6. قال لك بان هاد ليكسبريسيون حفصه كتنتمي لونسومبل ان، هذه معلومه. وقال لك الله يجازيك بخير جبدي لنا لي فالور ديال ام، يعني هاد ام شحال خصها تساوي؟ شحال خص واش صفر واش واحد واش جوج واش كتساوي بزاف ديال الاجوبه باش يكون هادشي كينتمي لونسومبل ان. دونك هنا التكنيك ساهله، شنو كندير؟ شوف هادشي اللي في المقام كنطلع نكتبو الفوق ام 16 صافي ام 16. دونك هادشي اللي الفوق اللي لتحت كنطلع نكتبو الفوق، ولكن خصني ندير شي حاجه. دابا ناقص 6 شحال غنزيد عليها باش تولي 6؟ هي 12. دونك دابا الا فهمتي شنو درنا، راه بحال هاد 6 هادي فكيناها، درنا ناقص 6 زائد 12، فهمتي البلان؟ ناقص 6 زائد 12 هي 6. من بعد شنو غادي ندير؟ غنفكك. شنو غندير؟ هادي كامله غنقسم على هادي ام 16 غنقسم على ام 16، وهاديك 12 اخويا غنقسم على ام 16 صافي. من بعد ام 16 على ام 16 هي ان، و 12 على ام 16 غنخليها. علاش؟ هادي غتعطيني واحد المعلومه زوينه هادي، سيتادير ام 16 سيت ان ديفيزور دو 12. اون سي كو لي ديفيزور ديال 12 شنو هما؟ هما الواحد و جوج و ثلاثه و اربعه و سته و 12. نعاود لك شي ما فهمتيش. دونك هاد العباره هادي خاصك تردها بحال هكا صافي. دونك شنو درنا؟ هادشي اللي لتحت ام ناقص 6، شوف هادشي اللي لتحت كطلع تكتبو الفوق، شتي يعني كتبتو الفوق، ولكن تدير حداه الشياطه. اش معنى الشياطه؟ دابا ناقص 6 شحال غتزيد عليها باش تولي 6؟ حيت هادي راه 6، دونك ناقص 6 زائد 12، فهمتي البلان؟ ناقص 6 زائد 12 هي 6. من بعد كتطبق هاد القاعده هادي انت، ا زائد ب على سي، اش كتولي؟ ا على سي زائد ب على سي. هاد القاعده الشباب هي اللي طبقناها، دونك هذا كامل هو ا وهذا هو ب وهذا هو سي. دونك قسمت هذا على هذا وعاود قسمت هذا على هذا، هاي صافي، هذا على هذا وصافي، هذه هذا واحد وصافي. دابا من بعد كاينه واحد المعلومه صاحبي ما يمكنش في الدرس الاريتميتيك ما تكونش بانت لك، كاينه معلومه خطيره هنايا. اش كتعني هذه؟ اش كتعني هذه؟ ام 16 ديفيز. دابا ملي غنكتب لك انا مثلا بحال هكا، شوف الا كتبت لك 12 قسمه 1، 12 قسمه 2، 12 قسمه 3، 12 قسمه 4، 12 قسمه 6، 12 قسمه 12، اش كيعني هاد العجبات؟ هادشي راه تيعني معلومه مهمه هنايا. واحد ايتان ديفيزور ديال 12، 2 ايتان ديفيزور ديال 12، 3 ديفيزور ديال 12، 4 ديفيزور ديال 6 ديفيزور ديال 12، 12 هادو هما لي ديفيزور ديال 12 ياك. وشوف حنا شنو كاتبين لك اخويا، انا كتبنا لك 12 على ام ناقص 6، اذا نفس البلان. اش كتعني ام ناقص 6 بالنسبه ل 12؟ معلم كتعني ديفيزور ديال 12. وخويا انا ما عمري ما قريت في الابتدائي بان 12 كتقبل قسمه على ام ناقص 6 على هاد العجبات. انا كنقرا على 12 كتقبل قسمه على 1 كتقبل قسمه على 2، هادشي اللي قريت. معنيتها شنو معنيتها؟ معنيتها هاد ام ناقص 6 غتكون يا اما 6 يا اما 4 يا اما 3 يا اما 2 يا اما 1 يا اما 12، فهمتي؟ حيت تحت من 12 تنكتبوا غير هاد الارقام، سيتادير دونك هادشي الوسخ الشباب، هادشي الوسخ. دونك تمني ملي وصلتي لهاد البلاصه هادي غتكمل اسد الجواب. سيتادير غنقولوا بعدا لي ديفيزور ديال 12 شنو هما؟ ال1 وال2 وال3 وال4 وال6. دابا غنجبدوا القواسم ديال 12، احنا جبدناهم. من بعد شنو غنديروا؟ غنقولوا بان هاد ام 16 فوالا غتساوي. دابا راه عاوتاني كاين اللي تيبدا يفرش هنايا كيقول لك بان ام تساوي 1. لا صاحبي، المقام هذا المقام كامل غيساوي 1، ماشي ام، راه تحت من 12 كامل. وغنكمل المعادله، معناتها ام غتساوي 7 صافي. عاوتاني ام 16 نكتبهم كاملين غتساوي 2، عاوتاني ام 16 غتساوي 3، صافي تضيع النقاط في هادشي. ام 16 كتساوي 4 صافي. عاوتاني ام 16 كتساوي 6، عاوتاني ام 16 كتساوي 12 صافي. شاك ايكواسيون راه غادي تغيزود
غيزود غليكواسيون في شاك كا، في كل حاله غتحل المعادله وغتجبد لنا خويا ديك لي فالور ديال ام. اذا ام دي هادين هنايا شنو تولي؟ 8. ام اش كتساوي؟ دي هادين علاش تولي 9؟ دي هادين هنا ام اش تولي 10؟ دي هذيك اللي ام زائد 6 زائد 6 هي 12، لو وقع شي غلط قولوا لنا كنزرب شويه. 12 زائد 6 هي 18. دونك هادو كلهم اكسبت حنان، هادو كلهم اكسبتي سون دي زونتي ناتوريل. صافي الشباب اصاحبي ما تضيعش اخويا نقاط في هادشي، الله يرضي عليك. طابي 5-5 الشباب، برافو خاي وديع. طابي 5-5 هادشي واش مفهوم؟ راه ما تنبغيش نزرب عليكم، راه كاين واحد الايقاع واحد اخر، ندخل نبقى نخدم ونمشي بحالي، راه تنبقى نسولكم وكذا، يعني راه بحال جالسين في القيصه معناتها، يعني راه تنبطا الايقاع باش نعرف عباد الله تيفهموا، حيت انا راه ما عنديش الغرض نبقى خصني تفهم، ما نزرب عليك ونمشي بحالي. رولا تبارك الله عليك، 5-5 سكينه فردوس وديع. ادم تا في السابعه اخويا، في السابعه. نور 5-5، حفصه 5-5، اسد ميام ديال انت ملك. سلا ملك، سلا ناس ديال سلا، مرحبا بهم في المؤسسه عندي، مرحبا بهم لسان العربي اللي بغاو يجيو عندنا ان شاء الله حضوري، مرحبا بكم. بالنسبه للسانكيام، بالنسبه للسابعه الثامنه التاسعه، المستويات كامله. دونك دابا الشباب غادي نمشيو لاخر سؤال باش نقولوا الحمد لله حجينا. السؤال الاخير هو هذا، قال لك اسيدي دون ليكا، جبت لكم امتحان مقمح، دون ليكا سويفون، كاين هذا مزيان تريني اخويا تريني مزيان. قال لك دون ليكا سويفون ديتيرميني لي شيفر ا بي سي ساشون كو. قال لك انا نكتب لك الحاله الاولى، عطاوك واحد العدد سميتو 23 4، قال لك واحد المعلومه مهمه، قال لك بان هذا العدد ديفيزيبل باغ 3، كيتحط هذا السؤال في امتحان حنان، قال لك ديفيزيبل باغ 3، قال لك هذا لو نومبر هذا كيقبل قسم على 3، وقال لك الله يجازك بخير قولي لنا الفالور ديال ا. ودابا انت غتطبق الكريتير، دونك بويسكو كوم، بما ان هذا العدد هذا ديفيزيبل باغ 3، سيتادير شنو؟ كاينه واحد المعلومه، سيتادير 2 + 3 + ا + 4 شنو خصو يساوي؟ 3 كا، يعني يخرج من المضاعفات ديال 3، متفقش معايا؟ يلاه جي نحسبو باش نلقاو ديك ا، جوج زائد 3 شحال؟ 5، 5 مع هاد 4 نجيب حداها زائد ا، تساوي شنو؟ تساوي 3 كا، خاص يخرج الجواب، يخرج مثلا يخرج 3 ولا يخرج 6، صافي؟ حيت هو تيقبل قسم على 3، 5 زائد 4 شحال؟ هي 9، زائد ا تساوي شنو؟ تساوي 3 كا، ودونك هنا غتوقع في الاحتمالات، صافي؟ دونك اش غتعطي ل ا؟ دونك لي فالور بوسيبل دو ا، شنو هما لي فالور بوسيبل دو ا؟ دونك راه ارقام ديال الوحدات، راه لي فالور ديال ا راه كتعطي من صفر، شوف هذا الشيء في الوساخ، كتعطي من صفر حتى ل 9، 0 1 2 3 4 5 6، هذا الشيء في الوساخ الشباب 709. دونك دابا شوف انت خصك تعطي شي ا شي رقم، ولكن ملي تزيد عليها 9 يخرج لك الجواب من المضاعفات ديال 3. دابا عطيتيها 0، 9 زائد 0 شحال يعطيك؟ يعطيك 9، 9 من المضاعفات 3، اذا ا ايتيكال 0، هذا الجواب الاول. الا عطيتي ل ا 1، 9 زائد 1 شحال؟ 10، 10 ماشي مضاعفات 3 يضرب على 1. الا عطيتي ا 2، 2 زائد 9 11، اسمح لي 11 بجوج. الا عطيتي ل ا 3، 9 زائد 3 12، 12 مضاعفات 3، فوالا اذا ا ايتيكال 3، صافي. الا عطيتي 4، 4 9 زائد 4 13، لا حيده. الا عطيتي ا 5، 9 زائد 5 14، لا. عطيتي ا 6، 9 زائد 6 15، مرحبا، اذا ا ايتيكال 6. الا عطيتي ا 7، 9 زائد 7 16، لا. الا عطيتي ا 8، 9 زائد 8 17، لا. عطيتي ا 9، 9 زائد 9 18، اذا ا ايتيكال 9، مرحبا بها. دونك هادو هما لي فالور. هاد القضيه هي في الوساخ، هي في الوساخ هادي باش من بعد تعرف كي تجبد لي فالور ديال ا، صافي. والله يسمعنا خير حنا، الله يسمعنا خير، برافو خي وديع. 0 3 6 9 معلم. نمشيو للعباره الثانيه الشباب، دابا بعد ما لقينا لي فالور ديال ا، نمشيو لقاو لي فالور عاوتاني ديال ا في الحاله الثانيه، في الحاله الثانيه، ولكن هنا كاين جوج معلومات، دونك هذه رد البال شويه صعيبه. قال لك ان هذا ديفيزيبل، دابا كاين جوج معلومات باش ما تدوخش. قال لك ديفيزيبل باغ 3 كيقبل قسم على 3 هاد العدد، ولكن قال لك ني با ديفيزيبل باغ 9، ني با ديفيزيبل باغ 9،
يعني قال لك اسيدي جوج معلومات يقبل قسمه على 3 وكما يقبلش قسمه على 9 دونك غادي ندير ليها دونك نفس البلان مادام هو تيقبل قسمه على 3 سي تادي لا سوم دي شيفر ايتغال 3 كا دونك 2 بلس 3 ايت بلس ا بلس 4 ايتغال 3 كا غير هو في الاخر خاص الجواب ما يخرج لينا 9 كا ني با ديفيزي بار 9 ما يخرجش 9 كا يخرج 3 كا فهمتي البلان دونك غادي نكملوا عادي جوج زائد 3 هي 5 5 زائد بحال اللي درنا قبيله 9 زائد ا كتساوي 3 كا راه نفس العباره هذه معاود محطوطه دونك شنو غادير دابا عاوتاني الحالات دونك شنو غادي دير شنو غادي تعطي ال ا نفس البلان راه نفس الاجوبه غير غنقصيو داك الجواب شوف راه نفس الاجوبه الشباب غنقصيو هاد 9 علاش حيت اللي عطينا ال ا 9 نعاودو نخدموها ماشي مشكل دونك سير غنعطي ال ا 0 شوف معايا 0 خدام ولا ما خداماش عندك تقول الا عطيتي ال ا 0 0 زائد 9 شحال الشباب 9 هو سمح لي قال لك ما يكونش يقبل قسمه على 9 لا ما كاينش ا 0 حيت اللي درتي هنا 0 0 زائد 9 شحال 9 9 وقال لك هو خويا العاد ما يقبلش قسمه على 9 9 راه تتقبل قسمه على 9 اذا ا ما تعطيها 0 الا عطيت ا 1 9 زائد 1 10 لا علاقه الا عطيت ا 2 11 لا علاقه الا عطيت ا 3 9 زائد 3 12 دونك ا ايتغال 3 12 من المضاعفه 3 او ميم طون 12 ماشي من المضاعفه 9 اذا مرحبا بك 3 الا عطيت 4 لا علاقه 9 زائد 4 13 الا عطيت 5 14 لا علاقه الا عطيت 6 9 زائد 6 15 مزيانه 15 من المضاعفه 3 او ميم طون 15 لو ديفيز با بار 9 مزيان الا عطيت ا الا عطيت 7 تعطيني 16 لا علاقه الا عطيت 8 عطيني 17 عطيت ال 9 9 زائد 9 18 18 من المضاعفه 3 ولكن ماشي مضاعفه 9 اذا سالينا اذا عندنا دو فالور دونك ا غتساوي 3 ولا 5 الشباب صافي 3 3 و 6 عفوا 3 و 6 شكرا نور 3 و 6 ماشي 5 3 و 6 صافي مزيان هو داك سير اخويا دابا الاخر حاجه العباره الاخرانيه سهلة قال لك عاوتاني جوج ثلاثة بي خمسة سي هنا كاين دو فالور الشباب قال لك بأن هذا ديفيزيبل إلا عيتوا الشباب قولوا لي نحبس نعتبرو هذا هو الجزء الأول ديال الامتحان ونقدروا نديروا الجزء الثاني غدا ولا بعدو نعتبرو هذا هو الجزء الأول ونخليو الجزء الثاني إلا عيتوا قولوا لي نحبس ما عنديش مشكل المهم أنا دابا الآن فرغت الوقت معاكم هاد الليلة هادي فرغتها إلا عيتوا قولوا لي نحبس دونك اخر عمليه هنا قال لك عافاك جبد لي لي فالور دو بي او سي وقال لك معلومه مهمه بان هذا كيقبل قسمه على 3 اي 5 في نفس الوقت صافي دونك دابا هنا عندك جوج معلومات تجمعوا لك هنا كتقول شكون اللي يغلب واش نسبق اللي يقبل قسمه على 3 ولا اي 5 يقبل قسمه على 5 هي الاولى علاش لان هاد لا فالور ديال السي هي اللي غتحكم حيت هنا الا حطيتي صفر يكون هذا العدد تيقبل قسمه على 5 ولا حطيتي 5 يكون هذا تيقبل قسمه على 5 اذا السي هي اللي تحكم معناتها شنو غادي ندير نقسم الورقه ديالي على جوج دونك عندي جوج حالات ممكن السي تكون صفر وممكن تكون السي تكون 5 شي واحد تيقول لي علاش لانه الا كانت السي صفر يقبل هذا القسمه على 5 حيت هو قال لك ولا كانت السي 5 اذا شكون اللي غيحكم غيحكم السي ماشي بي الا اما تلقى السي عاد تلقى بي فهمتي البلان مزيان دونك الحاله الاولى الا كان السي صفر شنو غيولي هذا العدد غيولي 23 بي 5 0 ودابا غتلقى بي فهمتي البلان دابا غتلقى بي دونك بويسكو هو قال لك ديفيزي بار 3 دونك بويسكو هذا العدد ديفيزي بار 3 دونك بويسكو هذا لو نومبر 23 بي 50 ديفيزي بار 3 اطبق القاعده ديال 3 ديفيزيبل بار 3 دو شنو غدير اطبق عليه ديال 3 بحال اللي درنا دونك غتجمع هادشي عاوتاني جوج زائد 3 زائد بي زائد 5 زائد 0 خاصها تساوي شنو خاصها تساوي 3 هكا عاوتاني صافي وغتجمع هادشي جوج و 3 5 5 و 5 10 نزرب عليها 10 زائد بي كتساوي 3 هكا وغتكمل يا خويا عاوتاني لي فالور بوسيبل 10 زائد بي كتساوي 3 هكا حنا غير في الحاله الاولى صافي دونك الحالات عاوتاني هادشي راسك عاوتاني بي صفر لا 11 بي 1 لا بي غتكون جوج مقبوله حيت 10 زائد 2 هي 12 12 مضاعفه 3
بي تكون 3 الا بي 4 14 الا بي 5 15 مرحبا بك 15 مضاعف 3 بي 6 الا لا علاقه 16 بي 7 17 الا بي 8 18 18 مضاعف 3 اذا بي 8 بي 9 الا دونك هما لي فالور الشباب دونك 6 سي 6 سي ايت ايغال ا 0 دو بي شنو غيكونوا غيكونوا دونك لي فالور ديال سي وبي في الحاله الاولى هما هادو الشباب كونوا معايا ناضين ها سي 0 بي غيكون هادشي ولكن مازال الحاله الثانيه شكون اللي قال لك اخويا سي 0 ولكن احتمال اخر ان السي تكون 5 هاكاك دو شنو غيولي هذا الرقم 2 3 بي 5 5 صافي معناتها عاوتاني نفس البلان بويسكو هاد لو نومبر ديفيزي باغ 3 واحد هما قالوها لك سي تادير عاوتاني 2 بلس 3 بلس بي بلس 5 بلس 5 ايتيغال 3 كا وغتجمع عاوتاني 5 و 5 10 و 10 مع هاد شحال هادي 5 هي 15 دونك 15 زائد بي كتساوي 3 كا وغتكمل عاوتاني وغتاني تقلب على لي فالور ديال بي يلا بسم الله 15 زائد 1 16 لا ماشي 3 كا زائد 2 17 ماشي 3 كا 17 زائد 3 18 مرحبا بك بي كتساوي 3 18 هي 3 كا بي كتساوي 4 19 لا بي كتساوي 5 20 20 ماشي 3 كا بي كتساوي 6 6 و 15 21 ياك الشباب 6 و 15 21 مزيان اذا بي كتساوي 6 مرحبا بك الا غلطنا في شي حاجه ينبهونا 7 7 و 15 22 8 8 و 15 23 لا 9 9 و 15 9 و 15 24 24 3 كا معلم اذا بي 9 فاليدي هادشي دونك 6 سي ايغال 5 دونك لي فالور دو بي هما هادو 6 سي ايغال 0 لي فالور دو بي دونك كاين جوج جويبه الا كان سي 0 كاين هادشي الا كان دونك سي اللي حكمات شباب طاب بي 5 5 وراه هادشي راه واش كلشي عندهم ريغل نور 0 3 6 9 0 3 6 9 لا ما كاينش 3 نور في الحاله الاولى الحاله الاولى نور 0 2 5 8 برافو عليك خي القناص مرحبا بك 0 3 6 9 في الحاله الثانيه معلمه تبارك الله اخي نور اختي نور عفوا النجم النجم اللايف الشباب استاذ مبروك 8 كتكثر على هذه المجهودات ديالك الجباره ما كاين حتى شي استاذ اللي كيبذل المجهودات كامله بحالك الله يحفظك لا لا كاين السيده الحمد لله الله يجزيك بخير حنا نتوما الحمد لله قابلين علينا وحنا كنشاهدوا معكم وحنا تنشكركم الله يجزيك بخير حنا دابا ان شاء الله التحدي بغينا نوصلوا لقناه 10 كا قبل ان شاء الله ما توصل 2023 دونك بقى لنا فقط شهر 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 11 هذا هو غادي ان شاء الله غنوصلوها باذن الله بالدعم ديالكم الشباب الله يجزيكم بخير واش عييتوا نحبس ما عنديش مشكل بغيت نقول لكم بان ساليتو في الامتحان يلا ساليتو الربع حيت كاين ربعة الربوعة ولكن هذا هو الربع الكبير هذا الربع مقمح فيه معقودة وشلاضة هذا عامر اما الربع الثاني ديال الفيكتور وديال البروجيكسيون وديال لونسومبل ميسير ربوعة ميسرين ولكن اللي عييتو بركة هو حنان تتخبرينا بنتي حنا نتمنى يكون المانع خير نتمنى يكون الخبر خير ان شاء الله غير زيد استاذ نور نور كتقول لي زيد شباب واش نزيدوا ولا بركه شنو بان لكم مشيو التمرين الثاني الاريتميتيك ساهله انا ما عنديش مشكل انا باقي معاكم شويه دونك نتوما قول لي فاتي 5 الله يحفظك سكينه زيد عافاك فردوس استاذ واش الثانيه ما فيهاش زيرو الحاله الثانيه فردوس الحاله الثانيه الحاله الثانيه زيرو ولا عندك صح نسيناه برافو فردوس 0 حيت 0 زائد 15 15 لا كاينه شكرا الله يرحم الوالدين نسينا 0 الشباب حنا بدينا من 1 نسينا 0 فوا 0 زائد 15 15 15 راه هي 3 هكا كاينه 0 الشباب في الحاله الثانيه شكرا وعليكم السلام هو انت لا نكملوا استاذ الا بغيتي سكينه نزيدوا حفصه استاذ زيد غير شي شويه من التمرين الثاني مرحبا اذا الشباب تيقول نزيدوا تبارك الله عليكم ما تتعياوش انا صحابي راه عييتوا قلت بركه بتبقى عليكم إذن خبر مفرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع التلميذات والتلاميذ غنتقلوا الآن تمرين اللي الحمد لله جميع التلاميذ كيحبوه هو الفيكتور دونك إلا ما كانش يبان لك بلا ما تقولها ليا إلا ما تيبان لكش بلا ما تقول لي وسط ما تيبان لياش بلا ما تقولها ليا في التعليقات حيت أنا غنكتب لك التمرين أنا كنخدم معاك دابا أنا خدام ديالك أنا غنكتب لك التمرين وغندير الجواب إن شاء الله دونك ها هو التمرين قال لك سيدي ا بي سي دي التمرين ديال الامتحان اي تام بارالوغرام صافي شوف دونك انا غنكتب لك اخويا التمرين ا بي سي دي بارالوغرام
وعطاوك جوج المعطيات، عطاوك دي جي كتساوي جوج ا دي صافي، وعطاوك ا اي كتساوي 3 على جوج ا بي سلسبيل. تنتمنوا يكون الامر خير حنان. دونك هادو هما جوج معطيات صافي. والسؤال الاول سؤال شنو نقولوا عليه، سؤال حامض كونستروير لا فيغور. دونك يمكنش اصاحبي ما ترسمش الفيغور يلا على دونك رسم الشكل ا بي سي دي بالوغرام. يلا اول حاجه رسم بالوغرام من بعد قال لك رسم الفيغور، معني انت ماشي غادي البارغرام وتسالي لا، راه عندك جوج علاقات. قال لك لو فيكتور دي جي كتساوي جوج ديال ا دي. دونك ركز معايا، دونك لو سونس ديال ا دي خصو يكون هو لو سونس ديال دي جي، بويسكو لو سونس ديال ا دي هو فيغبا، معني تحت دي جي خصها هو فيغبا هي دي. معني غنحرك دي من هنا وغنهبطها، غنهبطها باراليل مع هذيك ا دي ها هي. ولكن بطبيعه الحال ملي غتهبطها ما تهبطهاش كيف ما بغيتي بلا ديستونس دو ا دي، غتهبطها جوج مرات ديال ا دي. دونك ا دي هي هذي، انا هبط من دي جوج مرات، ها المره الاولى فوالا، ها المره الثانيه. دونك هذه هي لو فيكتور دي جي. راه كاين دابا اللي تيغلط ملي تيهبطاتي يبدا الحساب من ا. لا خويا راه ا دي غتحرك دي ماشي ا، دونك غتبدا الحساب من دي. ها واحد ها جوج، ماشي دير ها واحد ها جوج ودير جي هنايا، غتبدا من دي ها واحد ها جوج. ا اي كتساوي 3 على جوج ا بي، دونك غنقسم ا بي على جوج فوالا، وغناخذ 3. دونك ها واحد ها جوج، خصني نزيد الثالث، غنبدا الحساب من هنا من ا صافي. ها واحد ها جوج زيد الثالث صافي. انا عارف هادشي كامل الحمد لله، هادشي دابا كلشي فاهم. دابا غنمشيو للاكشن دابا ها اي صافي. هذا الرسم ما تضيعش النقط في الرسم. دابا غنمشيو للام بي سي ماكس. السؤال الاول، السؤال الثاني يلا رد البال لي غولاسيون مونطري كو، بين هاد العلاقه هادي. يلا سير بين ان لو فيكتور سي اي كتساوي واحد على جوج لو فيكتور ا بي. انا كنقل لك السؤال صافي، واحد على جوج ا بي موان بي سي. دونك هذا سؤال طبيعه الحال باش غتبين هذه العلاقه هذه كاين بزاف ديال الطرق. دونك حنا غنخدموا باحدى الطرق، كنرجع للمعطيات صافي. ها هما جوج معطيات عندك، عندك هذا وعندك هذا، كناخذوا شي معطى خدام لينا وكنخدموا فيه. دونك هذه سميتها سي اي سي اي سي اي، وانا عندي ا اي، هذه زوينه. دونك ناخذ هذا لو دوني هذا. بطبيعه الحال كاين اللي كيدير طريقه واحده اخرى، هو ان غياخذ الفيكتور وغيدخل له حرف. الا بغيتو نديرها معكم بجوج غنديرها معكم، ما عنديش مشكل. انا غناخذ هذا لو دوني هذا ا اي، غناخذو اون كنهز داك المعطى وكنخدم فيه. هادشي كامل شرحناه في الحصص. اون ا اي كتساوي 3 على جوج ا بي صافي. هزيت هذا المعطى هذا اللي عندي في التمرين حطيته، كنحطو كنبدا نخدم. دونك اش كنقول، كنقول انا بغيت سي اي وهذه سميتها ا اي، معناتها ندخل سي. دونك ا سي بلس سي اي ايتيغال ا 3 سير 2 ا بي صافي. دونك ابري شنو كندير، هاد سي اي سي اي هاد سي اي هادي راه اي، هاد سي اي اللي بغيتها هي غنخليها بلاصه سي اي ايتيغال، غنخليها بلاصه 3 سير 2 ا بي. دونك هاد ا سي غندير ليه موا ا سي صافي مزيان، باقي ما وصلتش. دونك شوف معايا، بغينا حنا شنو بغينا، بغينا ا بي و بي سي، بغينا ا بي و بي سي صافي، بغينا ا بي و بي سي. ها هي ا بي لقيناها ما نهضرش معاها، ولكن اخويا هاد بي سي ما لقيناهاش، حنا عندنا ا سي صافي. غندخل ليها بي باينه موا ا بي، رد البال جو ريبيت الكوفيسيون دو فوا، موا ا بي موا بي سي ماشي موا ا بي بلس بي سي صافي. دابا بقى لك الحساب توحيد المقامات. هاد ا بي راه هي جوج على جوج الشباب، ا بي راه هي جوج على جوج، وحد ليها المقامات جوج على جوج. دونك 2 2 غتبقى 2 مره واحده، 3 ناقص 2 هي 1، معناتها 1 سور 2 ا بي صافي موان بي سي. الا حليتي الا حليتي عينك الفوق، هذا هو الجواب اللي بغينا صافي، هو هذا صافي. راه كاين اللي يدير طريقه واحده اخرى، انا غنخدمها في السؤال الثاني. الطريقه الثانيه انا عارف حفصه وكوان بزاف غيديروها، انا غنديرها في السؤال الثاني. شوف السؤال الثاني مونتري كو، راه هاد مونتري خصك تريني عليهم مزيان، ماشي الامتحان تبقى نص ساعه باش تبين علاقه مونتري هادي. دونك شنو غادي ندير، غادي نحط غولاسيون دو شارل من عندي، غنحط هاد السي جي صافي، وغندخل لها شي حرف. دونك شنو هو الحرف اللي غندخل، شنو بغاو هما، بغاو ا دي و دي سي، ا دي و دي سي. دونك شنو غادي ندير، غندخل ا، غندخل ا، ولا نقدر ندخل حتى دي، ندخل دي حسن فوالا، ندخل دي، ندخل دي. انت غتفهم علاش، علاش دخلت دي، سي دي بلس دي جي
دخلت هنا الدي. علاش؟ لان اصلا ما ندخل الدي، ما ندخل الدي غتولي عندي سي دي، هي هذه هذه غنقلبها غتولي موان دي سي. انا وصلت، وصلت للجواب اللي بغاو صافي. وهاد الدي جي راه ما ديرونجيكش، هاد الدي جي ما تبرصتك. علاش؟ لان عندي واحد المعطى عطاو عليا في الاول، ها هو الدي جي اش كتساوي؟ جوج ادي. هاد الدي جي كتساوي جوج ادي، معناتها هاد الدي جي نعوضها بدو ادي صافي. هو تنظن راه وصلنا، دونك راه وصلنا للجواب بكل بساطة. موان دي سي جوج ادي صافي. يلا سير على مزيان الشباب. 5 5 لهادشي الله يسهل عليكم، واخا راه باس لهادشي 5 5 الله يرحم الوالدين. هاد المعطيات هما اللي حط لينا استاذ في الامتحان فيل. وراه شوف هادو تمارين ديال الامتحانات، هادو انا مقتطفات من الامتحانات خديتهم لكم وتنخدموهم. وراه في الجروب راه تنحط لكم الامتحانات اللي كيتحطوها، ردوا البال، كنحط لكم لي زيكزامين اللي كيتحطوا عند الاساتذه. وانا عندي الامتحانات ديال التلاميذ اللي قراو عندي قبل 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 قبل، تنبارطاجيهم معكم بحالهم كيبدلوا غير الارقام ونفس الاسئله. سلام استاذ انا حنان الادريسي، غير هزيت التليفون ماما حيت طفات لي التليفون. مرحبا حنان، دابا راه ما ولفتكش بهذا الكونط هذا. مرحبا خويا حمزه، هادشي سهل استاذ اسامه. مرحبا. يلا الشباب تبارك الله عليكم، بعدا تتفرحون هادشي سهل سهل ما شاء الله. هو خصنا العشرينات. اون ديدويغ سؤال بي ها هو قدامك. اون ديدويغ كو لي بوين اي جي سي سون اليني، قال لك استنتج بان النقاط اي جي سي سون اليني. اي قال لك اي جي سي بينهم اليني سون اليني. دونك حنا الحمد لله تنعرفوا القاعده، تنعرفوا القاعده باش نبينوا نقاط مستقيميه. هاي سولوا سولوا رولا، راه رولا معنا، سولوا هي تجاوبكم. انا كما نهضر باش نبينوا النقط اي خصني نمونطري واحد غولاسيون، نمونطري مثلا اي جي كتساوي كاف و اي سي مثلا، ولا نمونطري مثلا جي سي كتساوي كاف و اي سي. المهم الفيكتور اللي غنكتبوه هنا وهنا يكون فيه دوك النقيطات بثلاثه، اي جي سي اي جي سي. اي علاقه اختاريت مزيان، ولكن الذكاء شنو تيقول؟ تيقول بما انه انت ديجا عندك العلاقه ديال سي جي ها هي بينتيها، وعندك واحد العلاقه اخرى ديال سي اي، سي اي شي عندك سي اي تساوي تساوي هادشي، سي اي تساوي هادشي، وعندك سي جي تساوي هادشي. لاحظتي؟ اذا شنو غادي ندير؟ غنبين اخويا هاد العلاقه، نبين سي جي كتساوي كا، غنختار هادي كاف و سي اي كاف، لان هادو هما اللي عندي، عندي الاجوبه ديالهم صافي. رد البال. هنا ملي تنبغيو نخدمو كاين جوج ديال الستاجات، راه فاهم فاهمني تا وديع، يمكن فاهمني مزيان. دونك شنو كندير؟ اول حاجه خصني نمشي نشوف الجواب ديال السي جي. لاحظ الجواب ديال السي جي شنو فيه؟ فيه دي سي و ادي، فيه دي سي و ادي، والجواب ديال السي اي فيه ا بي و بي سي. اذا ما متجانسينش، ماشي بحال بحال. دونك شنو خصني ندير؟ خصني اول حاجه نفاليدي الستاج الاول. شنو هو الستاج الاول؟ هو يكون عندي نفس لي فيكتور. دونك غنحط لك الجواب ديال السي جي باش تفهمني. ها هو قدامك السي جي، خرجت لك تساوي هادشي موان دي سي بلس دو ادي، هذا هو الجواب ديال السي جي. والجواب ديال السي اي هو هذا، انا نكتبه لك. ان سور دو ا بي موان بي سي، ان سور دو ا بي، ان سور دو ا بي موان بي سي. ها انت شوف، اول حاجه اخي قبل ما تبغي تبين هذه العلاقه، راه خصك تشوف بعدا الجواب ديال هذا والجواب ديال هذا، الجواب ديال السي جي والجواب ديال السي اي. شوفهم شوفهم قدامك شنو كاين هنا، كاين دي سي و ا دي، شتي الجواب. وهذه شنو فيها؟ فيها ا بي و بي سي. ما مفاليديش اخويا الستاج الاول، ما فاليديش عندك الستاج الاول. كيفاش اوسط الستاج الاول ما فاليديش؟ خاص لي فيكتور اللي يكونوا هنا هما اللي يكونوا هنايا. هنا عندك دي سي و ا دي، خاص اخويا ثاني يكون دي سي و ا دي، ولا العكس، هنا عندك ا بي و بي سي خاص يكون عندك ا بي و بي سي. وكاين ديال لا اوسط ساهله. الا تذكرتي بان في التمرين قال لك بارالوغرام، الا بقيتي عاقل قالوا لك بارالوغرام ياك التمرين، معناتها هاد دي سي هذه، هاد دي سي هذه، هذه هاد دي سي، ما يمكنلكش تعوضها ب ا بي، كاين ولا ما كايناش؟ فوالا دي سي كتساوي ا بي صافي. اذا هاد دي سي نحط بلاصه ا بي، غتولي بحال هادي الله يسهل عليك. وهاد ا دي هادي، هاد ا دي، هاد ا دي هادي، ها هي ا دي، ما يمكنلكش تعوضها خويا بي سي، ا دي ما يمكنلكش تعوضها بي سي. ها كاينه بروغرام مزيان. اذا هاد ا دي ما تحط بلاصه بي سي غتولي بي سي، بي سي. اذا انت تفاليدي ستاج الاول، ابخي عاد نمشيو نقلبوا على داك كا. دونك تبع، دونك دابا بعد ما فاليديتي داك ستاج الاول، شوف دابا شنو غادي دير. دونك تبع معايا غير من هاد البلاصه هاد. دونك سي جي ايتيغال هاد موان دي سي، هاد دي سي هادي غنعوضها باش، غنعوضها ب ا بي، متفق معايا؟ ديك دي سي غنعوضها ب ا بي، هاي
دي سي غنعوضها بابي، وهاديك ا دي غنعوضها باش غنعوضها بي سي، ونرجع للسطر وغنجيستيفي الاستاذ نقول له كار ا بي سي دي ايتان بارالوغرام. صافي هاني دابا قاد ديت البلان. دابا الا حليتي عينك الجواب ديال السي جي هو هذا، والجواب ديال السي اي هو هذا. هاو الا حليتي عينك مزيان غتلقى هنا كاينه ا بي بي سي وهنا كاينه ا بي بي سي. ستاج الاول فاليدي، مبروك عليك. دابا تمشي ستاج الثاني. شنو هو ستاج الثاني؟ هو دابا تمشي تحت العلاقه، تحت العلاقه. دابا غنمونطريو مونطرون كو نبينو هادشي، نبينوه دابا. دابا عاد يمكننا نبينوه. سي جي ايتيغال ك فوا سي اي. صافي اش كندير ستاج الثاني؟ ساهله، كنعوض هاد السي جي بالجواب ديالها. ها هو الجواب ديالها، موا ا بي بلس دو بي سي تساوي هاد كا. هذا كنخليه، هاد كا كنخليه، هذا نقلبوا عليه، هذا نجبدوه شحال غيساوي، فهمتي؟ وهاد السي اي انا بغيت حتى نعوضها بالريبونس ديالها. ها هو الجواب ديالها سي اي، هاو 1 على 2 ا بي موان بي سي. صافي 1 على 2 ا بي، درتي خطا كارثي دابا هنايا، واحد الخطا فادح. قلت لك اينشتاين من القبر مع الخمسه الصباح ديال الاقواس هنايا. صافي دابا خصك تقلب على كا. دونك شنو هو العدد اللي تضربو في 1 على 2 يعطيك شنو؟ يعطيك 2. وما قالش معانا هذا الكوفيسيون ديال ا بي، هذا كوفيسيون بي سي. 1 على 2 يعطيك موان زان. صافي واخا استاذ انا تندوخ ما تنعرفش شنو هو العدد اللي غنضربو، ما تلفني هادشي. رد ايكواسيون انت ك في 1 سور 2 شنو خصو يعطيني؟ خصو يعطيني موان زان. انت رد ايكواسيون. صافي دونك باش تحيد هاد 1 على 2 غتضربها فاش؟ في لانفيرس، غتضربها في 2 باش طير واحد. حتى انا غنضرب في 2. صافي دونك ك شنو يولي؟ يولي هو موان 2. شنو هو ك؟ اذا هو موان 2. وراه باينه موان 2 في 1 سور 2 راه هي موان زان. دونك ك هي موان 2، دونك غترجع للسطر غتعوض ديك ك موان 2. صافي وهادشي كامل باش تعوضو، تعوضو بالسي جي، وهادشي كامل غترجع تعوضو بالسي اي. شي واحد راه باقي ما تاقا. انت الا ضربتي موان 2 في هاد 1 سور 2 ا بي غتعطيك موان ا بي، ولا ضربتي موان 2 فوا موان بي سي غتعطيك بلوس دو بي سي. اذا شنو هو ك؟ هو موان 2. دو اذا مي بينتي هاد العلاقه، دو سي سي اي جي مالهم سون اليني، دونك لي بوان سون اليني، حيت بينتي هاد لا غولاسيون هادي. صافي الشباب حنا مشينا معاكم والله الا راه غنشوف غادي معاكم زعما راه بالايقاع ديال السلحفات والله العلي العظيم. داكشي غادي زعما دقه دقه ايقاع بطيء جدا باش كلشي يفهم. وغادي الله يحفظك اخويا اسامه، الله يسهلك. 7 على 5 5 سور 5 ما شاء الله. موان 2 تبقى اسامه راك ناضي انت استاذ باش تخدم بحال هاد لي زيكزيرسيس. خاصك تحط لي دوني ولا فيغور قدامك ابري تي كومونس ا ترافاي. وي بطبيعه الحال شكرا استاذ على المجهود ديالك. انا دوزت الفرد الخميس وكنت كنتبع معاك وكنخرج السيريات، وبفضل الله وبفضل ديالك بعد الله سبحانه وتعالى الفرد كان سهل الحمد لله. شكرا استاذ وكمل في الطريق، راه شرحك واعر. واش نقول لك هذا الكلام هذا راه ثقيل. الله يحفظك، الله يجازك بخير على هذه الكلمات الطيبه. هادشي اللي غنقول لك كوين 5 سور 5 ما شاء الله. شباب تبارك الله عليكم. صافي 5 سور 5 مفهوم هذه العجبه. هذا تنظن بقى لنا سؤال واحد ونكون الحمد لله سالينا النص ديال الامتحان. هذا راه ماشي امتحان اللي درت لكم، هذا راه اولمبياد، امتحان طويل. لا تهلينا فيكم، ولكن هذه هي الخدمه باش توجد مزيان. واش كل احسن نديرو بحال هكا ولا نزربو عليكم في لايف في ساعه؟ نحن غادي دابا ساعه غادي لساعتين. احنا دابا تنتقلوا باش ان شاء الله تستافدوا القليله تضرب سيز ديالك القليله. وشوف وراه خي الله يجازك بخير واحد البلاي ليست ديال ترونكوما ديالكم، بلاي ليست الا دخلتيلو في القناه راه فيه كلشي. هذاك البلاي ليست تمارين، نماذج الامتحانات، لايفات، الدروس، الشرح ديالهم، السلاسل، يعني كلشي. هذاك اللايف لا بغيت داك البلاي ليست ديال ترونكوما راه حاطين فيه كلشي. هذاك راه ديالك، تلقى عندك شي حاجه واحله رجع ليه، راه كلشي محطوط تما زعما بالتفاصيل. غنمشيو الشباب لاخر سؤال او قبل السؤال الاخر. مونتري مونتري كو بين ان بي دي باراليل مع او اف، قال لك بين ان المستقيمان متوازيين. دونك راه قال لي استاذ ملي كان تيشرح لي الدرس قال لي باش تبين دو دغوات باراليل خاصك تبين لو فيكتور بي دي، هاد لو فيكتور ايتيغال ا كا فوا لو فيكتور او اف، بحال اللي كنبغي نبين دو فيكتور كولينيير. دونك نفس البلان.
صافي اوكي. ولكن كاين واحد المعطى سمحوا لي واحد المعطى ما كتبتوش لكم باش جاوب على هذا السؤال. عطاك واحد المعطى هو قال لك سوا انا نكتبو لك او لو ميليو منتصف دي سيغمون دي جي. قال لك او كاينه في النص ديال دي جي. وعطاك عاوتاني واحد المعطى اخرى اف اي تان بوين. عطاك واحد المعطى عاوتاني قال لك اسيدي ا بي كتساوي بي اف. دونك هادو هما لي دوني صافي. دونك هادو لي دوني وهذا السؤال صافي الشباب. دونك ركز كي غنديروا لهاد البلانات. شوف اول حاجه الله يرحم الوالدين هاد المعطى اللي معطي او ميليو دو دي جي. بعد هاد المعطى اللي معطي راه خصك اخويا تحولوا الرسم. دونك هاي الدي جي صافي. ها او كاينه في المليون. علاش تحولوا الرسم؟ لان غتخرج منه واحد وتخرج منه واحد العلاقه مادام كاين او في المليون ديال دي جي سيتا ديال لو فيكتور دي او كتساوي لو فيكتور او جي. متفق معايا؟ هذه اول حاجه. هذا جواب خليه عندك هذا الجواب هذا يقدر يساعدنا صافي. ركز من بعد عندك هذا المعطى هذا وما تنساش ا بي كتساوي بي اف. وعندك دابا عندك جوج معطيات عندك هذا بالزرق وعندك هذا بالاحمر جوج معطيات. والسؤال شنو هو؟ هو تبين هذا الشيء بي دي كتساوي ك فوا او اف. مزيان. دونك شوف كاين واحد البلان تيبان انه هذا المعطى هذا ديال ا بي كتساوي بي اف كيبان ليا الا خدمت فيه غنخرج دغيا في بي دي. الا دخلت هنا دي اش تخرج ليا؟ غتخرج ليا دي بي فوالا هي بي دي. وغتبقى ليا واحد ا دي وهذه غندخل ليها او بي او او اف. في العموم تيبان بان هاد بي دي غنجبدها من هنا في العموم غنجبدها من هنا. ولكن او اف غنجبدها من هنايا. دونك هادي غنجبدو جوج اجوبه بمعنى غنجبدو بي دي من هنا اش كتساوي وغنجبدو او اف عاوتاني من هنا اش كتساوي وعاد غنلاقاو بيناتهم. دونك شويه طويله ياك. دونك نبداو على بركه الله بالاولى غناخد هاد ا بي. اوكي ركز حتى الاخر وغتفهم كلشي. اون ا بي ايتيغال بي اف. لوبجيكتيف ديالنا هو هاد العلاقه شباب. دونك غنجبدو بي دي من هنا غنجبدو بي دي. دونك هادي سميتها ا بي غندخل ليها دي. دونك ا دي plus db est égal à bf. صافي حنا عينينا اننا نجدو bd. دونك هاد db غنخليها بلاصه سير هاد bf غنخليها سير وهاد ad غندير ليها تولي مو ad. صافي واش وصلت ل bd؟ انا باغي bd. راه كان ممكن صراحه ندير هنا db بلاتي. علاش انا اختاريت bd؟ نقدر نختار db حيت راه نفس البلان وندي هنا ك وندي هنا او اف باش بلا ما نطول عليا حيت راه بينا هاد العلاقه بي دي ك او اف ولا دي بي ك او اف راه نفس البلان. صافي انا نخلي اخويا دي بي. دونك انا وصلت لدي بي ولكن واش هاد الجواب هو النهائي؟ شمعنى هو النهائي؟ يعني واش مازال نقدر مثلا اسامه واخا خي اسامه واحد على جوج دي او وبلاتي صبر عليا تنكمل دابا ما مركزش في التعليقات. واش دابا دي بي هذا هو الجواب ديال النهائي؟ شنو معناتها؟ يعني واش مازال نقدر نقاد هادشي نقدر نقادو ولا ما نقدرش نقادو؟ نقدر نزيد نقادو هاد بي اف. ما تنساش شوف بي اف دونك ديجا بي اف اش كتساوي هي؟ لا ماشي هادي عفوا بي اف نقدر ندخل ليها ا تولي بي ا اف ما تبقى مبرزطاني ديك ا اف. فوالا ديك ا اف ما عندي ما ندير بها عاوتاني بي ا اف بي ا اف. واخا نعتبرو انا جواب نهائي نخليه بلاتي. غنمشي دابا للعلاقه الثانيه ديال او جي ديال او اف. فوالا نجبدو او اف بي او او اف ودونك غندخل هنا. دونك مازال ندخل هنا او وتخرج لي او اف. ما تبقى لي بي او ونعاود ندخل لي دي فوالا بي دي او طويله. صافي صافي بانت البلان مي راه باقا طويله. هاد بي اف غندخل ليه عاوتاني غندخل ليه او. ركز معايا بي او بلس او اف ها هي خرجت او اف. او اف اللي بغينا ها هي موا ا دي. اي سير معايا حتى الاخر بي او بلس او اف موا ا دي. كالسؤال هذا ديال الوحش. دونك تساوي شوف هاد بي او عاوتاني هاد بي او شنو غندير ليه عاوتاني؟ غندخل ليه عاوتاني دي بي دي بلس دي او.
بي دي بلس دي او غنخلي هاد او اف بلاصه موا ا دي موا ا دي صافي. وهادي دي بي راه بقات بلاصه دي بي. ركز اخي حنا حنا قرابين قربنا قربنا هاد بي دي غندير ليه دونك دي بي هادي الا ديتها ليه شنو تولات تولي موان بي دي موان بي من بعد نقلبها تساوي سير هاد دي او راه عندنا رجع اخويا بعدا للشكل في الرسم اللي رسمنا في الاول اعتذر عندنا واحد المعطى اللي رسمنا في الاول ديال البارالوغرام هذا دي بي فوال هذا غنحتاجو واحد المعطى هنا دونك نكمل بعدا هادي خبيت نحطوها قدام دونك دي بي موان موان بي دي دونك فين حنا دابا كاينين دي بي خليتها دونك شنو درنا هاد بي اف دخلت لها او دونك بي او بلس او اف فوالا من بعد هاد بي دي دونك ديتها لي دونك شنو بقات لي هنايا بقات لي دي او بلس او اف موان ا دي. اوكي ركز ركز قريبين ابقى مركز معنا جبت هذا الشكل اخويا قدامي حتى نحتاج واحد اللعبه يركز معايا الله يرحم والديك. شوف هاد دي او راه هي او جي هذا سؤال ديال العشرين الساهل دي او هي او جي يسير معايا بلس او اف صافي مو ا دي قربنا 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 شوف شوف معايا الحساب ديال هادي قلب هادي هادي دي بي دي بي بلس دي بي هي دو دي بي جوج ديال دي بي دونك جوج ديال دي بي سير الله هاديك او جي بلس او اف موا ا دي. شوف شوف هاد الشكل هذا اللي قدامك شنو كانوا قالوا لك قالوا لك او ميليو دو دي جي شوف او كاينه هنايا صافي او ميليو دو دي جي ركز معايا مادام او كاينه في الميليو ياك وما تنساش بان لو فيكتور في الاول دابا راه المعطيات في الاول راه عطاونا ا جي شوف ا جي اش كتساوي دي جي عفوا دي جي اش كتساوي اش كتساوي جوج مرات ديال ا دي ركز دي جي اش كتساوي هاد دي جي كتساوي جوج مرات ديال ا دي وقال لك او كاينه في الميليو ديال دي جي يعني شنو يعني او جي او جي اش كتساوي كتساوي دي جي وكتساوي ا دي معناتها او جي كتساوي ا دي او جي كتساوي ا دي علاش علاش لان هاد دي جي راه هي الدوبل ا دي معناتها دي جي اش كتساوي كتساوي ا دي زائد ا دي يعني هاد يعني هاد دي او راه هي ا دي وهاد او جي راه هي ا دي فهمتي حيت دي جي جوج مرات اصاحبي ا دي معناتها او دي او هي ا دي او جي هي ا دي معناتها انا اللي كيهمني او جي هي ا دي متفقت وصلتي معايا لهادي الله يرحم الوالدين هادي لان هذه اللي فيها اللعبه كامله دونك شنو غادي ندير بكل بساطه هاد او جي غنعوضها ب ا دي فوالا صافي وصلنا دونك هذه تستاهل تمشي ا دي مع ا دي وصراحه شويه طويله دونك الشيء الخدمه يعني خدات لينا الوقت ولكن اللعبه كامله في هذا المعطى لان ما داش المعطى تبقى مبلوكي تما معناتها لو فيكتور دي بي ايتيغال 1 سور 2 لو فيكتور او اف سيتادير سيتادير غنعاودوا الشباب ولا بغيتو نسكريني لكم الجواب ونحطو لكم في الجروب مرحبا بالنسبه لهذا السؤال ماشي كلشي حتى فيما نصور داك الشيء كامل مرون غير بالنسبه لهذا السؤال هذا شكون اللي فهم وشكون اللي فهم وانا صفر فعلا سؤال شويه طويل غنشوف ها انت شوف بدينا خويا من هنا انت شوف ها هو قال بغيت تسكري بدينا من هنا الفيلم الفيلم بدا من هنا طاق 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 واو سكرين يا استاذ واخ مرحبا سكريني حتى نتوما الناس اللي معنا سكريني عندك الجواب سكريني استاذ انا ما فهمتش واديع واخا خويا نعاودو والسؤال شويه زعما شويه طويل ها انت شوف شوف الناس اللي مازال ما فهموش نعاود لهم دونك شنو هو السؤال مونتري انت ركز مونتري دو باراليل صافي السؤال راه فهمنا نبينو ان الدي بي كتساوي ك فوا اف دابا هذا هو الشيء خصنا نبينو دابا ركز معايا شنو درنا حنايا راه في النهايه غتجيك ساهله انطلقنا من هذه القاعده ا بي كتساوي بي اف صافي شنو درنا
دخلنا لهاد ا بي دخلنا للدي هادشي كلشي مفهوم ا دي بلس دي بي كتساوي بي اف من بعد اخويا وادي حنا شنو باغين باغين دي بي عفوا باغين دي بي هاي اخويا دي بي دي بي هاي صافي ها بي اف خليتها هادي مديرونجياني ديتها ليه لحد الان حنا متفاهمين ما تنساش بان الهدف ديالك خاصك تخرج او اف هاد بي اف دخلت ليها او بي او بلس او اف ها هي او اف مرحبا بك مرحبا بك او اف شكون اللي بقى مبرزتني بقى مبرزتني بي او شنو درت ليها عاوتاني دخلت ليها دابا دي راه كومبليكي دخلت ليها دي راه انت كتدخل وكتفكر كتقول هاد بي او لا دخلت ليها دي تخرج ليا بي دي وهاد بي دي راه زوينه عرفتي علاش غندير ليه غتولي موان بي دي من بعد نقلب غتولي بلس دي بي ودي بي بلس دي بي جوج دي بي فهادي غنتخلص منها اذا هاد بي او دخل ليها دي شي واحد ما قالش معانا يقول لك بي او دخلها ا غتولي بي ا بلس ا او اش داكشي ا او انت اش داكشي دونك دخلت ليها دي بي دي بلس دي او مشات هادي هنايا موان بي دي صافي دابا دي او بقات هنا او اف بقات هنا ا دي بقى دابا عرفت شكون اللي مازال مبرصني هي هاد دي او هي دي او دابا هنا علاش انا بقيت تنقلب على الشكل جبت لكم الشكل شوفوا الشكل شوفوا الشكل الله يرحم الوالدين شنو قالوا لك قالوا لك او ميليو ديالاش دو ا دي دو دي جي وقالوا لك بان لو فيكتور دي جي هاد لو فيكتور دي جي شحال كتساوي من ا دي كتساوي جوج مرات جوج مرات ا دي يعني هذه هي ا دي وهذه هي ا دي معناتها دي او جي كتساوي ا دي وهذه راه باينه حيت دي جي كتساوي دوبل ا دي يعني هذه هي ا دي وعاوتاني هذه هي ا دي اذا مادام هذه ا دي وهذه ا دي يعني او جي اش كتساوي ا دي فهمتي هذا البلان او جي اش كتساوي ا دي اذا اخويا شنو درت دابا انايا شنو درت شنو درت هاد بعدا 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 هاد دي او بعدا هاد دي او عوضتها ب او جي شي واحد تيقول لي علاش كيقول لي كيفاش ها هي حيت عطاو لي في المعطى دي او كتساوي او جي عوضتها وابخي هاد او جي هي اللي عوضتها ب ا دي ها هي او جي كتساوي ا دي فهمتي البلان صافي من حتى ا دي مسمى ا دي وانت حجيتي وبقات لك غير او اف وصراحه شويه كومبليكي وما عندهاش شي حل واحد اخر الا هو هذا راه خداتنا شي ربع ساعه ما دونك سؤال العشرين سمحوا لي ماشي كلشي يجي بالعشرين ولكن انت خصك تجيب 20 السكينه قالت دابا ساهله دابا ولات ساهله ياسر قال لك هادشي ساهل هادشي اللي كدير ليا في الحصه خا ياسر كتبقى ليا ساهل ساهل في الحصه السي ياسر الغزاله دار معنا حضوريا هذا السي ياسر مدينه ساهله هذا الامبراطور هذا العملاق ياسر انا فهمته ولكن الصراحه سؤال معقد شويه هو سبحانه ماشي سؤال معقد هو سؤال طويل سلام استاذي عافاك بغينا بحال هذا الفيديو ديال بروميير اني كوليج ويلي البروميير اني كوليج البلبال انا اضاف بروميير اني كوليج في القناه استاذ اللايف غيبقى مسجل غيبقى مسجل اخي محمد شباب بقى لنا السؤال الاخير صافي وغنكونوا سالينا تقريبا ساعه ونص تبارك الله غنكونوا سالينا نص الامتحان لا معلمين تبارك الله عليكم مونتري مونتري سؤال اخر اللي مازال ما فهموش الشباب يحاول يعاود اللايف وانا غنصور لكم الجواب غنصور ونحطه في الجروب سواء الناس اللي في التليجرام ولا اللي في الواتساب غنصور ونحط لكم هذا الجواب ديال هذا السؤال وحاول تعاودوا غير بشويه ديال شي كويز ديال القهوه وحاول تخدموا غير راسك فهمتي وشوف شوف واش غتجيب الجواب صحيح وانت ديجا يكون عندك الجواب مونتري كو سي اي ميليو بين ان سي منتصف القطعه منتصف القطعه او اف دونك سؤال اخر سبحان الله يرضى عليكم نمشيو نتعشاو قال لك بين ان السي منتصف القطعه او اف بين ان السي منتصف دابا شحال من واحد ما كيعرفش يحول الجمله حيت في الرياضيات حنا متاخوش اللغه العربيه في الرياضيات دائما لا فراز كتحول لجوج ديال الاشياء يا اما كتحول الرسم يا اما كتحول العلاقه دابا كيقول لك بين ان السي ميليو دو اف راه خصك اول حاجه تخيل هذه الجمله هذه تحولها يعني غنحول انا الرسم يعني كيفاش نبين السي ميليو دو اف يعني الا بغيت نبين السي ميليو ديال او اف دابا ملي رسمت يعني شنو خاصني نبين انه لو فيكتور او سي كتساوي لو فيكتور سي اف هادشي اللي خاصني نبين صافي دونك الا بينت لو فيكتور او سي كتساوي لو فيكتور سي اف يعني راه سي في الميليو شي دابا هاد اللعبه الا ما درتيهاش راه ما تفهم السؤال واضح دونك ديما الجمله تحول الرسم ولا تحول العلاقه دابا حنا حولنا الرسم ومن بعد حولنا العلاقه اذا لا بينا هادشي الا بينا او سي كتساوي سي اف اذا راه سي ميليو صافي كي غنديروا ليها عاوتاني دابا دونك ها دقه دقه سنعود العلاقات اللي عندنا دونك فين غنخدموا دابا رد البال هنا عندك اخويا جوج ديال الخدمات
عندك جوج الخدمات نجيب ليا باليا الجواب. الجواب باليا دابا من البعيد غنخدموا جوج علاقات. شوف شويه كومبليكي ماشي بزاف ماشي بزاف. غنمشي نجبد او سي اش كتساوي. غنجبد شوف غنجبد او سي هذا هو التصور الخدمه. غنجبد او سي شنو كتساوي صافي وغنجبد سي اف شنو كتساوي. غنجبد او سي كتساوي شي لعبه سي اف كتساوي شي لعبه وخاص هذه اللعبه اللي تكون هنا هي نفس اللعبه اللي تكون هنا. مثلا او سي تخرج لي كتساوي واحد على جوج ابي حتى سي اف تساوي واحد على جوج ابي. الا خرجوا عندنا نفس الاجوبه معناتها هما راهم متساويين. كي غادي نديروا لها دونك ركز. دونك اول حاجه غنمشيو نجبدوا او سي تساوي شي حاجه. فين هي العلاقه الزوينه اللي غتخلينا نوصلوا لاو سي؟ فين هي العلاقه الزوينه اللي غتخلينا نوصلوا لاو سي؟ كاينه واحد العلاقه هي او سي فوالا هي سيدي سي اي فوالا. غنطلقوا من هذه ركز اون باش نوصلوا سي او سي كتساوي شي لعبه. غنطلقوا من هذه اون سي اي ايتيغالا 1 سور 2 ا بي موان بي سي صافي. غنبداو هنايا في هذه العلاقه صافي. شنو غنديروا لهذه؟ غندخلوا ليها او ندخلوا لها او فوالا غتبقى ليا غتبقى ليا او اي اوكي. وهذيك او اي غندخل عاوتاني ا وغتبقى ليا او ا اي دونك لا او ا ما عندي ما ندير بها اعتذر بلاتي. دونك انا تنفكر راه خدام معكم وتنفكر الا دخلت فوالا الا دخلت ليها او دونك انا بغيت او سي غتخرج ليا سي او مزيان ما تبقى ليا او اي. او اي شندير بها ندخل عاوتاني ا تولي او ا اي ا اي مزيانه ولكن او ا ما عندي ما ندير بها ما عندي ما ندير بها هذيك بي سي سي دونك مشيت للسي او دونك او سي. عندي علاقه واحده اخرى ديالاش سي جي دونك سي جي لا سي جي دخلها تبقى لي او جي فوالا او جي صافي مزيان. دونك غنطلق ما نطلقش الشباب من هذه ما نطلقش من هذه غنطلق من علاقه واحده اخرى. راه تنحط وتنفكر دونك راه تنجاوب وتنفكر وتنشوف اش كندير راه ماشي غير تجي وتحط نيشان. دونك غنطلق مناش غنطلق من العلاقه ديال سي جي. دونك سي جي الا دخلت لي هذيك سي جي او غتبقى لي سي او او جي وهذيك او جي فوالا تعطيني دي او فوالا صافي وصلت صافي. غنطلق اش ما نطلقش من العلاقه دي. انا فكرت فيها لقيتها ما خرجاتنيش. انا فكرت فيها لقيتها ما خرجاتنيش. دونك ما يسحبكش عندي جواب جاهز واجد غنعطيه لك. راه تنخدم وتنفكر معاك هاد العلاقه ما خداماش ليا وهاد الخدمه اللي تندير انا خصك انت تبقى ديرها. اون سي جي ايتيغال دو ا دي دابا انا بانت ليا من البعيد غنخدموا في هادي صافي. دونك شنو غادي ندير؟ ما تنساش اخويا بغينا نوصلوا لاو سي دونك هادي غندخل ليها او دونك سي او بلس او جي اي سير معايا. ولا على هاد العمليات هما اللي خصك تصبر فيهم يعني ماشي اجوبه جاهزه خصك تعصر شي شويه. دونك ما تنساش حنا بغينا او سي ها هي خليها من بعد نقلبوها بلا ما تسوق ليها تساوي 2 ا دي موان دي سي هاد او جي غندير ليه موان او جي صافي. سير معايا شوف هنا شوف شنو غادي ندير. هاد 2 ا دي غنخليها ما نهضرش معاها هذيك دي سي نخليها. شوف هاد او جي غنعوضها. ديجا كان عندك اخويا واحد المعطى هو شو سميتو او جي اش كتساوي كتساوي دي او ياك. ولكن انا شنو غادي ندير؟ غنعوضها بعدا بالدي او فوالا وعاد نعوضها. سير حيت الشكل اللي عندي ركز الشكل حط الشكل قدامي بلاتي غنجيب الشكل لان هذاك او جي عاوتاني نعوضها. هاد دي او شوف هاد دي او ركزوا معنا الشباب. هاد دي او هي ا دي. هاد دي او هادي دي او كاين ولا ما كايناش؟ هي ا دي هضرنا عليها قبيله الشباب هي ا دي مزيان. دونك شنو غندير بلاصه دي او؟ شنو غندير بلاصه دي او؟ غندير ا دي متفق معايا معلم. دونك دو ا دي موان دي سي هاد دي او غندير بلاصه ا دي صافي. دو ا دي موان ا دي شنو هي ا دي موان دي سي صافي. واش استاذ هذا هو الجواب ديال او سي؟ مازال هادي اصلا سي او اخويا قلبها موان او سي قلبها ا دي موان دي سي مازال ما وصلتش ضرب هادي في موان زان او سي ا ضرب هادي في موان زان موان ا دي بلوس دي سي. واش كيبان لك هذا الجواب؟ ما تنساش اخويا شنو قلت لك؟ قلت لك غنجبدوا او سي حفصه كتساوي شي لعبه. واش هاد اللعبه اللي خرجت مازال مقادوها ولا صافي زعما واش الجواب النهائي ولا مازال مقادوها فيها شي حاجه؟ انا تيبان لي صافي ما بقى فيها ما يتقاد خليها صافي حيت هاد ا دي و دي سي زوينين. ما حنا عندنا بروغرام صافي هذا هو الجواب ديال او سي. اجي نكتبوه هنايا
موا ا دي ها هو قدامك بلس دي سي صافي. حنا ساهلين الناس في الطريق، حنا لقينا او سي كتساوي هاد اللعبه هادي. شنو غنمشيو نديرو دابا؟ غنجبدو الجواب ديال السي اف، حتى هو خصنا نلقاوه كيساوي هادشي. واش فهمتي دابا البلان ولا ما فهمتيش؟ الله يجازك بخير، الله يرحم لك الوالدين. يلا سير دابا غنمشيو نجبدو الجواب ديالاش ديال السي اف عشان غناخذو علاقه ونخدمو فيها. دونك اصبر 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 ان شاء الله غادي تجيب. يلا سير نمشيو دابا للسي اف. دونك شنو غادي ندير؟ عاوتاني نرجع للمعطيات. شنو المعطى اللي نخدم فيه السي اف؟ المعطى اللي نخدم فيه السي اف دابا الاشكال اللي عندي انا هو ان نقول ورق بزاف راه تنكتب وفي نفس الوقت كان دونك السي اف سي اف. دونك عندنا بزاف العلاقات ا بي بي اف، غنخدم في هذه ساهله ساهله ساهله. اون اون ا بي ايتيغال ا بي اف، اون ا بي ايتيغال ا بي اف. السي اف غنجبدها من هنايا ا بي. دابا شحال واحد مولف تيخدم يمين اليسار ما تيخدمش في اليمين. بي سي هاد بي اف غندخل لها سي. دونك بي سي بلس سي اف صافي. ها انت وصلتي اخويا للسي اف. ها هي السي اف صافي. السي اف تساوي دونك دي هادي ليه. وصلت يا الشباب مبروك عليك، مبروك عليكم حجيتو كاملين. شوف شوف قال لي استاذ خاص او سي تخرج هادشي و سي اف تخرج هادشي. شوف اخويا السي اف شنو خرجت. ها ماشي بحال بحال، ماشي بحال بحال، ولكن خبر مفرح راه عندك باروغرام. الخبر المفرح هو ان عندك الشباب باروغرام، يعني معناتها دابا فهماني حفصه راه فهماني مزيان. دونك بما ان هذا باروغرام ا بي سي دي، مادام باروغرام معناتها لو فيكتور ا بي كتساوي لو فيكتور دي سي، سيتادير هاد لو فيكتور ا بي كتساوي دي سي صافي. كاين ولا ما كايناش؟ ولو فيكتور بي سي شتساوي؟ تساوي لو فيكتور ا دي صافي. دونك شنو غادي ندير؟ طرنطق هاد ا بي باش نعوضها معلم بالدي سي، وهاد بي سي باش نعوضها بار دي معلم. تبارك الله عليك. شوف اللي بعدا جوج اسئله الاخرين والله الا شاب بعدا الناس اللي خدموها متبعين اللايف وراسهم وكذا والله الا معلمين. دونك شوف ها انت وصلتي للسي اف شنو كتساوي. كتب كتب اخويا هادشي، كتبوا موا ا دي. ها الله يسهل عليك في هاد النهار. اذا شنو لاحظتي يا كوين؟ اذا خرجوا عندهم نفس. ها اذا ما لهم هادو متساويين. يسهلوا يسهلوا شويه ديال الصبر، يسهلوا كاس داتاي وتعصر معاهم وتدابز معاهم تيجيب الله التيسير. الشباب ما سخيناش بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو غير شويه من هاد اللايف هذا. ان شاء الله لا مستحيل مع اسامه الا في حاله واحده الا كنتي غادي تبيني ديك الحاجه اتي او ما تيهضروا على شي موضوع اخر. دابا انا غادي ندير نص الامتحان في ساعه ونص وحنا اصلا عندنا غير ساعتين، يعني ما غاديش يكفي الوقت. لا لا حنان شوف الامتحان اللي عطيتكم عطيتكم الامتحان طويل، هذا ما يتحط لكمش امتحان قد هكا. انا تعمدت نجمع بزاف وعطيتكم علاش باش دابا لونطرينمو. حنا ماشي في امتحان ديال القسم، هذا امتحان في اليوتيوب باش تريني مزيان. حنا حاولنا ما امكن يعني كثرت عليكم باش ترينيو مزيان. ها انتم شويه هاي اليد شوكي ولات اي باش نكثروا معاكم باش ملي تمشي الامتحان يجيك ان شاء الله في المتناول. استاذ كاينه طريقه اسهل سياسير تتقولها لنا. استاذ الله يجزيك بخير الله يحفظك. وين استاذ زيد شي تمرين سياسير باغي دير قيام الليل؟ شكرا استاذ سبيل. سال استاذ هذا السؤال الحمد لله. الله الله تتفرح ملي كتوصل بحال هكا تقول ساهل الحمد لله. شكرا سكينة جزاكم الله خيرا جهودكم القيمة. وانتي أستاذ شحال من ورقة كيعطيونا من ورقة في الامتحان؟ في الامتحان تكون عندك ورقة وحدة، ورقة وحدة على حساب الدروس، ثلاثة التمارين ولا أربعة التمارين. لا الوقت تيقدك خاص تكوني ضابط الأمور. زيد أستاذ شي تمرين. اللايف دابا دخلنا في ساعتين بارك عرفتي علاش؟ لا فاتيك وفي نفس الوقت حتى الاستيعاب ديالكم يبقى غادي وتهبط وانتوما تبقاو تملوا. دابا براسكم غايجيكم الملل. تقريبا الشباب خدمنا نص الامتحان، نعتبروا هذا اللايف هو الجزء الاول وغنديروا جزء ثاني اللي غيكون فيه البروجيكسيون والانسومبل. وكنكونوا دوزنا امتحان مجمح عامر. دابا اعتبروا 50% ديال الامتحان دازت، اللايف راه يبقى مسجل. ان شاء الله اللايف الثاني نشوفوا واش نديروا غدا واش بعدو واش اثنين الله اعلم. حنا في تيسير الله. تنشكركم بزاف ما سخيناش بكم، الله يجازكم بخير على الدعم ديالكم. شكرا ان شاء الله مازال غنتلاقاو. حنان كتقولي استاذ كمل معنا الامتحان. حنان الا درنا نكمل الامتحان شحال الساعه؟
هي نتوما ما قاريينش غدا 11 نشوف شكون الشباب اللي باغي نكملوا الامتحان عافاك نديرو غدا. انا تيبان لي راه تنقول الشباب راه انا تنقول السكينه صافي راك مليتو. الله يحفظك خي اسامه تنترك في القلب الله يسهل عليك في هذا النهار هذا. انا تنقول الشباب راه بركه عليهم غيملوا من هذا الشيء الله يجعل البركه وفي نفس الوقت الانرجي غدا وكتهبط وحتى التركيز ديالكم يولي ضعيف يعني احتمال انك هادشي اللي نشرحو لك عاوتاني في بروجيكسيون عاوتاني في لونسومبل ويلي لونسومبل فيها ايدونتيتي اوس ثلاثه غنبقى ندابز مع ياسير ودابا 12 الليل. لا لا بركه الشباب بركه نديرو الجزء الثاني وانا عندي امتحان غدا. السي وديع سي وديع انت ولك انت وديع تلميذي العزيز راه عندي معاك كلام في الخاص بعدا عندي كلام معاك مهم في الخاص في الواتساب الا كنتي التلميذ ديالي وديع ولكن انت شي وديع واحد اخر ما عرفتش. وسجل الجزء الثاني ديال الامتحان واش غادي يكون في اللايف ولا غير في شي فيديو عادي. اش بان لكم الجزء الثاني ديال الامتحان كوين واش نديروها ياسير في لايف ولا نديرو غير في فيديو يوصل لكم عادي اش بان لكم اش بان لكم الشباب الجزء الثاني ديال هذا الامتحان واش نديرو في لايف ولا نديرو غير في فيديو. حسناء قالت لايف ياسير قال ما قاريش على سيرفيس مات السي وديع لا ماشي على سيرفيس مات صافي دابا كنت تلميذي العزيز ماشي على سيرفيس مات. علاش تقول لي عندي امتحان غدا امتحان غدا والناس ساكتين فينا هو غنتلاقاو في الواتساب فيردوس لايف عافاك لايف حسن سكينه لايف استاذ نديرو غدا لايف دير بروميير باك سيونس مات الله اكبر هذه ايه حنا دابا تفكينا مع السابعه الساكنة لا الوقت راه هضرنا على الاولى بكالوريا تنحترمهم ناس مهمين دابا ما قادين كاع فين نزيدوهم فلاشين عندنا اربعه المستويات يلاه نتفكوا معاهم تولي العشوائيه حيت راكم كتشوفوا يعني ما كنديروش فيديوهات وكنمشيو بحالنا لا كنديروا فيديوهات ديال الدرس شرح الحصص كنديروا فيديوهات ديال السلاسل ديال التمارين كنديروا فيديوهات ديال اللايفات وكنديروا فيديوهات ديال نماذج الامتحانات. اذا كل حاجه كنخدموا فيها اربعه المرات دونك ما تنخدموش فيديو سير بحالك لا تنديروا المتابعه. وعاد عندنا جروبات في تيليجرام داخلين له التلاميذ من السابعه حتى السانكيام جروب السابعه فيه 500 ديال البشر الثامنه فيه 40 التاسعه فيه 40 السانكيام فيه 200 والصرف دونك كاين واحد لا شارج كبيره بزاف كنجاوبوا على الرسائل داكشي ضغط كبير فلا مشينا زدنا السيزيام غنوليو تنخربقوا في القناه ما تبقى لا جوده لا التلعبه وانا ما كان سبحان الله ما الطريقه ما كان باش نخدم بها غير بقوا سير ما كايناش. استاذ لايف حسن اللي بغيت يا استاذ شكرا على المجهودات ديالك لا ديروا لايف انا قاري غدا مع 8 ولكن ما غاديش ننعس حتى ديك جوج ديال الليل ولا ثلاثه حيت انا موالفه كنقرا بالليل ومن الاحسن من الاحسن القرايه في الصباح حنا هذا البلان ديال الليل ما خدامش. استاذ غير فيديو كوين واخا وكتكون هي بنادم مولف حيت دابا عاده فهمتي ولكن زعما باش تبدلها راه ما سهلاش بشويه بشويه. وسط دروس فيديوهات والفروض لايفات وسط دروس فيديوهات والفروض لايفات ارتاحي حنان وتكيسي على صحتك هذه سلسبيل اللايف كيكون كونيكسيون ضعيف كوين وين فهمتك. ودابا التلاميذ الاغلبيه تيكتبوا لايف وسيد عافاك زيد لي زونسون بالغدا وصافي. دونك الشباب الجزء الثاني غنحاولوا نديروا في اقرب وقت الشباب يا اما غدا يا اما الحد باش حتى اللي عنده امتحان اثنين ان شاء الله غنكونوا رجلنا معاه. شكرا مره وتنذكر بان لونسون راه تحط قبيله تمرين تمرين الشباب مهم بزاف مهم بزاف كاين في القناه سيري فيها الجروبات وفيها الفاكتوريزاسيون فيها واحد التمرين ديما كيتحط راه تلقاو في لاشين اخر فيديو السانكيام ديالكم لونسومبل الناس اللي عندهم لونسومبل يهجموا عليه راه كاين محطوط راه فيه سيري زوينه انت تحط هذيك بعدا بزاف كتحط في ليزيكزام. انا واخا كنعس بكري كنبقى نشوف السقف اللهم نقرا الليل فالي حسن ما بقى نشوف السقف كاينه هذه فكره زوينه. شكرا مره اخرى ايمي بصح اللي عنده شي سؤال يسول اسامه. يلا الشباب تبارك الله عليكم معلمين الله يوفقنا يلا موعدونا في اقرب وقت الله. السلام عليكم نهايه النشره الى اللقاء.